بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أبدأ الحلقة النهاردة وأتقدم بخالص التعازي للشعب المغربي في ضحايا الزلزال. ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وكل الدعم الحقيقة والتضامن مع الشعب المغربي الشقيق. حادث جلل أشقانا الحقيقة في أشقائنا في المغرب اللي بتربطنا بيهم ودائما علاقات كبيرة جدا مع هذا الشعب المغربي وكل الشعوب العربية والإفريقية. خالص تعازينا لكل الأسر المغربية، ربنا إن شاء الله يلهم أهاليهم الصبر والسلوان. تابعنا موقف النادي الأهلي اللي على طول الحقيقة أعلن وعبر عن دعمه ووقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي من خلال البيان اللي حضراتكم شايفينه. وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير النادي الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء في المغرب بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع المغرب. ده كان بيان مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يخص هذا الحدث الجلل اللي حصل في المغرب، وكلنا الحقيقة في ظهر إخواتنا وأشقائنا في المغرب. خلينا بقى نروح أبدأ كلامي النهاردة. النهاردة عندي كلام كتير جدا فيما يخص حلقة النهاردة وفيما يخص الأيام القادمة. قبل ما أتكلم عن اللي جاي، عايز أقول لحضراتكم أن احنا خلال هذا الأسبوع وبالكامل لن نتكلم إلا على شيء واحد، وهو السوبر الإفريقي. السوبر الإفريقي مباراة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا. بداية السنة هتبقى في هذه البطولة، إن شاء الله ربنا يكرمنا نعمل مباراة جيدة. المكسب أو لا قدر الله حاجة تانية دي بتاعت ربنا، كله بتاع ربنا، ولكن احنا لازم نعمل مجهودنا كلاعبين، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة ونستطيع أن نفوز بأولى البطولات وتدخل النادي الأهلي. هنروح دلوقتي للثعلب السويسري كولر. وامبارح مر عام بالتمام والكمال، عام من الانتصارات والبطولات والإنجازات على تواجد هذا المدير الفني الرائع مع النادي الأهلي. مستر كولر الرجل المخضرم الثعلب السويسري اللي قدر أنه يدخل جوه قلوب كل أهلاوي الحقيقة وبشكل سريع جدا. يمكن لو نتذكر بعد أيام قليلة من تولي تدريب النادي الأهلي نجح أن يتوج ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك، طبعا في المباراة التي لعبت في الإمارات. وزي ما حضراتكم عارفين مباراة الأهلي والزمالك دايما بتبقى مباراة بشكل مختلف، وأن أنت تكسب أولى المباريات وتكسب نادي الزمالك وتكسب بطولة السوبر أعتقد. والزمالك كان في عز تألقه ومعاه فريرة ومحقق الثنائية في ذلك الوقت، فكان من الطبيعي أن الزمالك في هذه المباراة هو الأوفر حظا في المباراة اللي كسبها اللي أمام حضراتكم مارسيل كولر. ولكن شوفوا الأهلي تسيد هذه المباراة إزاي. وعندما تتكلم عن تسيد النادي الأهلي لهذه المباراة يجب أن تتكلم عن هذا الرجل، يجب أن تتكلم عن مارسيل كولر. كيف استطاع أن هو يعمل توليفة من اللاعبين اللي موجودين اللي هو ما ضافش عليهم كتير اعتقد غير برونو سافيو على ما اتذكر، واستطاع ان هو يعمل توليفه تسيد بيها زمام الامور ونجح ان هو يسجل هدفين في مرمى الزمالك، وفي نفس الوقت يتوج بهذا اللقب. وكانت بدايه مسيره للتتويج بالالقاب سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. مش بس كده الحقيقه، ولكن كولر من وجهة نظري هو المدير الفني الأبرز في العلاقات مع اللاعبين، عامل علاقة قوية جدا مع اللاعبين، المدير الفني الأبرز بعد مانويل جوزيه. أنا آسف، أنتوا عارفين حضراتكم إن أنا من المتحيزين الكبار لمانويل جوزيه، ولكن بعيدا عن تحيزي ولكن هذه هي الحقيقة. كولر حتى الآن عامل علاقات قوية جدا مع اللاعبين، وعامل علاقة وطيدة ومصداقية كبيرة، وواثقين إن شاء الله إن في الوقت ده كان واثق إن النتيجة كانت
تحقيق موسم استثنائي بيبدأ ببطولة السوبر وينتهي ببطولة الدوري السنة دي. 5 بطولات اشتغلنا عليهم كلهم وقدرنا نكسب كل هذه البطولات بفضل دعم كبير من الإدارة اللي قدرت تجيب لنا هذا الرجل، ثم مجموعة لاعبين على أعلى مستوى. قدرنا أن احنا وسط إجهاد كبير ووسط أمور كثيرة جدا استطاع كل هؤلاء اللاعبين أن هم يجتهدوا، ووسط كسرة في وسط الموسم اللي هي مباراة سان داونز ولكن وهزيمتنا 5-2 في البطولة الأفريقية، والكل توقع بقى ان الراجل هيمشي، وان ساعتها كان كابتن سيد مدير الكره كان هيمشي، ومش عارف مين كان هيمشي، واللعيبه دي هتبطل. ولكن ذكاء اداره النادي الاهلي في التعامل في هذا التوقيت هو اللي رجعنا دايما، ومجهودات هذا الرجل مع اللاعبين. فالحقيقه هذا الرجل كمان لو حضراتكم فاكرين من اول السنه اشتغل على تطوير اداء اللاعبين، وده كان ذكاء منه الحقيقه. تالق كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم فؤاد قبل الاصابه، أكرم توفيق، كل اللاعبين الحقيقة يعني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، لعيبة كتيرة جدا، متولي، مهاني، كل، أنا مش عايز أنسى حد. هذا الرجل يستحق مننا كل التحية وكل التقدير. معانا بالفعل شكرا كولر على موسم أفضل أو أكثر من رائع الحقيقة، مع مجموعة لاعبين رائعين، مع إدارة تستحق كل الثناء وكل التحية وكل التقدير، مع جمهور يستحق كل شيء حلو ويستحق ال5 بطولات، ولو في 50 بطولة إن شاء الله يستحقهم خلال الفترة القادمة. قبل ما أتكلم عن الخطوة اللي جاية، وأتمنى أن حضراتكم تبقوا عارفين أو تسمعوا مني الكلام ده كويس جدا جدا جدا. متى يتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب؟ يتم، أنا بسين سؤال، متى يتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب؟ جيم جواب، يتم الإعلان عندما ينتهي التعاقد ويصبح اللاعب لاعبا في النادي الأهلي، ويتم الإعلان عن طريق حاجتين أو عن طريق منصتين. المنصة الأولى هي المركز الإعلامي للنادي الأهلي، والمنصة الثانية هي قناة النادي الأهلي. أي حاجة غير كده، لانه الناس عماله تبعت لي الاهلي تعاقد مع مش عارف ايه وانتم مش عايزين تتكلموا، الاهلي تعاقد مش عارف مع ايه وانتم مش عايزين تتكلموا. طيب خليني ارجع بحضراتكم تقريبا سنه او من سنه تقريبا او اقل شويه، كان في لعيب جاي من البرتغال اسمه يعقوبو على ما اتذكر، مصر كلها طلعت وعملوا اللايف واللي عمل يوتيوب واللي في البرامج بتاعتهم اتكلموا واللي مش عارف ايه، وقال لك بكره جاي الساعه 10 الصبح وهينزل ويعمل ويخلي ويسوي، والنادي الاهلي اتعاقد معاه ومضى معاه. تاني يوم ايه اللي حصل؟ هو في حد اسمه يعقوب وبيلعب في النادي الاهلي؟ مفيش حد اسمه يعقوب وبيلعب في النادي الاهلي. وبالتالي خلينا ننتظر الاعلان عن اي لاعب بيتم التداول بعض المعلومات عنه في اي منصه او في اي برنامج او في اي شيء، خلينا ننتظر دائما الاعلان من خلال المنصتين الرسميتين في النادي الاهلي، سواء المركز الاعلامي وكل صفحاته او قناه النادي الاهلي وكل صفحاتها. اتمنى ان الرساله تكون وصلت، علشان ما حدش عارف يا جماعه، خلي بال حضراتكم ممكن كمان شويه تلاقوا اعلان، ممكن بكره الصبح تلاقوا اعلان، ممكن ما نلاقيش اعلان عن لاعب، ما حدش عارف. فاللي بقوله لحضراتكم خلينا دائما ننتظر الاعلان الرسمي. الكل بيجتهد والكل من حقه يجتهد، ولكن في النهاية الإعلان الرسمي بالنسبة لي أنا كمشجع للنادي الأهلي هو الفيصل في تعاقد النادي الأهلي مع أي لاعب أو وجوده في قائمة النادي الأهلي وتشجيع جمهور الأهلي ليه. وجهة نظر أنا بقولها لحضراتكم، وأنا متأكد أن معظم الأهلوية أو كلهم تحديدا عارفين هذا الكلام بشكل جيد جدا. حسين الشحات او حسين المليونير على راي كابتن مدحت شلبي في مباراه القمه الاخيره اللي فاز فيها النادي الاهلي، وحسين سجل 2 ولا اروع الحقيقه. حسين من اللعيبه الكبار، من اللعيبه الكويسين جدا، من اللعيبه المحترمين جدا، من اللعيبه اللي جهوده كانت على مدار الموسم واضحه جدا للجميع، تحسن مستواه بشكل كبير جدا جدا. حسين عنده كمان، على الرغم من الناس بتقولك ان حسين وصل لقمه مستواه في هذا الموسم اللي انتهى يعني، لا، انا بقول لحضراتكم ان حسين الشحات ده عنده احسن من كده كمان 100 مره،
هقول لك اه عنده احسن من كده، انا عارفه كويس جدا وعارف هذا اللاعب يقدر يعمل ايه. ان شاء الله حسين الشحات ومعاه كل اللاعبين خلال الفتره الجايه يعملوا لنا موسم ان شاء الله ان شاء الله استثنائي زي الموسم اللي فات. احنا كل سنه عايزين نعمل حفله الاهلي استثنائي، اتمنى ان كل سنه ده يحصل ونقدر نعمل هذه الحفله. لقاء كان عامله زميلنا فاروق صلاح مع النجم اللي امام حضراتكم كابتن حسين الشحات. نطلع نشوف هذا اللقاء ونشوف ماذا قال حسين الشحات لفاروق صلاح، ونرجع بقى نكمل بقيه هذه الحلقه. وعندنا حائط صد وعندنا بالعقل وكلام مهم جدا 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 في الفقرتين الحقيقه اللي الناس كل شويه تقول لي هتعمل ايه بكره في حائط صد، هتعمل ايه بكره في العقل. ادينا هنشوف، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير مع النجم حسين الشحات وزميلنا فاروق صلاح ونرجع نكمل. كان مهم يكون معانا حاجة حلوة في النهاية. لو هتختار واحد من أفضل اللاعبين أو أكتر يعني أفضل خمس لاعبين في الكرة المصرية في الموسم الأخير لازم تختاروا منهم حسين الشحات. حسين واحد من أهم وأفضل اللاعبين في مش في النادي الأهلي فقط ولكن في الكرة المصرية. خلينا نرحب بالنينجا كابتن حسين. كابتن حسين برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. موسم بيكلل مجهودات كتير، حسين الشحات واحد من اهم لاعبي الكره المصريه وليس النادي الاهلي في الموسم الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبه رؤى والله تسلم لي حبيبي وتسلم لي على كلامك الجميل دوت، وتحياتي للمشاهدين وكل نجوم قناه الاهلي. والله يا رؤى الحمد لله يعني كل الكلام اللي انت قلته دوت هو لو هيرجع طبعا بعد فضل ربنا والحمد لله يعني وربنا يديمها نعمه علينا هيرجع بعد زمايلي في الفرقه واخواتي في الفرقه اللي كلنا كنا قلبنا على قلب بعض وكلنا كنا بنساعد بعض، فكانت دي كانت فرقه كانت مع حسين وكانت فرقه مع كل اللعيبه مع بعض، فعشان كده احنا كلنا كنا نجوم لان كلنا السنه دي كنا عايزين حاجه معينه، فالحمد لله هي دي الميزه. السنه دي او الموسم ده كان فيه مطبات كتير، عايز اخد اول نقطه. اول مباراه السوبر حسين كان خارج المباراه، كان بالنسبه لمستر كولر مش داخل في الحسابات مستر كولر، ولكن حسين فرغ للملعب، اجتهاد، صبر، ما خرجش يتكلم حسين الشحات، رد في الملعب واصبح احد اهم اللاعبين بالنسبه لمستر كولر. والله يعني عبد القادر الاول بيحبك. طبعا والله يعني الحمد لله انا يعني بحب اللعيبه كلها وبحب اخواتي كلهم وكراميلا ما اقدرش ده الحته اللي في القلب ده. بشوف الفيديو بشوف الفيديو. والله زي ما انت بتقول والله فعلا يعني اول مباراه في الموسم او كان يعني كانت مش اول مباراه في الموسم يعني كانت ثالث مباراه ولا حاجه. كنت انا بره المباراه فعلا والسوبر، وبالنسبه لحسين كانت صدمه كبيره جدا. انا كنت متضايق جدا وزعلان بس ده كله حطيته جوايا وقلت لا ما ينفعش ان انا يتعمل معايا كده، انا لازم ادوس على نفسي ولازم اثبت عكس ده كله ولازم يبقى حسين يبقى عنصر اساسي في الفريق ويقدر يساعد زمايله ويقدر يساعد النادي الاهلي. فالحمد لله قدرت اعمل كده وقدرت ان انا ادوس على نفسي فعلا وده اللي حصل. فعشان كده ربنا كرمني انا واخواتي اللعيبه الرجاله كلها اللي احنا قدرنا ان احنا نطلع بموسم استثنائي فعلا وموسم مميز جدا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فدي كانت حاجه كبيره جدا، فالحمد لله انا مبسوط اللي انا عملته ومبسوط اللي انا حققته السنه دي ومبسوط لحاجات كتير، بس زعلان طبعا على حاجه معينه اللي هو اللي انا فقدت والدي. فدي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي يعني السنه دي يعني هو وستي يعني ستي الله يرحمها توفت وما كملتش الشهر كان ابويا كمان توفى، فدي كانت بالنسبه لي يعني صدمه كبيره جدا في عز ما انت شغال ومحتاج دعم ومحتاج حاجات بتحصل لك حاجات خارجه عن ارادتك وخارجه عن اراده البشر عامه في حاجه بتاعت ربنا. فدي كانت بالنسبه لي كانت اصعب حاجه السنه دي وكده، فربنا يرحمه يا رب. و ما اعرفش السماعه فين والله ما اعرف عم اقول لك والله ما اعرف عشان انا مش لاقي السماعه. مش الك دعوه مش الك انا مالي مش الك دعوه انا مالي حاضر اخلص واعمل. فالحمد لله يعني ربنا يرحمه يا رب طبعا. فوالدتي كانت في ظهري وكانت قالت لي خلاص دي سنه الحياه ولازم
لازم تركز بقى في شغلك وانت تبسطه وانك تفرحه وانك تفرحه في المكان دوت. فالحمد لله يعني قدرت اعمل كده، ومراتي كانت دايما في ظهري وكانت دايما بتقول لي هو في مكان احسن وهو عند ربنا دلوقتي، فانت ادعي له بالرحمه واعمل كل اللي عليك، وهو اكيد هيبقى مبسوط في المكان اللي هو فيه ما يشوفك انت فرحان ومبسوط وانت بتأدي في عملك كويس. فالحمد لله فعلا قدرت اعمل كده، وكان اخويا معايا وكان واخواتي معايا واصحابي معايا واللعيبه كلها كانت معايا، فدي كانت دعم كبير جدا بالنسبه لي. وجماهير الاهلي كمان يعني كانت موجوده دايما وكانت دايما في ظهري، ومش عايز انسى بقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله، كان كلهم بيتواصلوا معايا، والجهاز الفني وكابتن سيد وكابتن سامي واللعيبه والجهاز الفني كله. فدي كانت حاجه بالنسبه لي كانت دعم جيا، كانت دعم ليا جدا. فالحمد لله يعني، فربنا يديمها نعم علينا الحمد لله. واحنا بندعي له بالرحمه يا حسين، لكن حسين حب يدينا درس مش في الكوره بس، لا في الحياه بصفه عامه. في لحظه تجديدك لعقدك مع النادي الاهلي كنت حريص ان والدتك تكون موجوده، رساله حسين كانت مش لكل رياضي، لا لكل اب، لكل ابن اعتزازه بالام. طبعا طبعا يعني امي كانت ام واب ليا دايما من وانا صغير، فكانت دايما داعم ليا وكانت دايما ورايا وكانت بتيجي معايا التمرين وكانت توديني التمرين والاختبارات وكانت معايا من زمان يعني. فالحمد لله امي طبعا يعني ربنا يبارك لي فيها وبارك في اخواتي وبارك في اخويا محمد يخليه لي ويخلي لي زوجتي الغاليه واولادي حبايبي. والله يعني عايز اقول لك دي كانت مفاجاه، يعني انا ما كنتش اعرف اللي هي جايه فعلا، والله 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 كمان مره ما كنتش اعرف اللي هي جايه. انا اتفاجئت لما دخلت عليا المكتب بالعقد، ولا كنا متفقين ولا كنا مرتبين ولا كان اي حاجه. انا كنت قاعد في المكتب لقيتها داخله مع محمد اخويا واتفاجئت، فكانت بالنسبه لي كانت لحظه حلوه جدا. اللي بيشتري النادي الاهلي وبيشتري جماهير النادي الاهلي بيتشال على الراس يا حسين. حسين جاله مغريات كتير وعروض كتير، ولكن اعتقد كان لوالدتك دور في ان انت تكون موجود في النادي الاهلي. طبعا طبعا كان في دور كبير جدا من والدتي ومن اخويا ومن زوجتي، ودايما كانوا يقولوا لي احنا عملنا كتير، احنا عملنا كتير واللي احنا ضحينا بكتير، فانت لازم نكمل ده كله، ما ينفعش اللي انت تخسره. وحتى ده فعلا اللي حصل يعني ساعه التجديد لما جم اتكلموا معايا قلت لهم يا جماعه انا جاي لعروض، بس انا ما اتكلمتش في اي عروض ولا هتكلم غير ما انتوا تقولوا لي خلاص يا حسين انت مش معانا. ساعتها انا فعلا كنت هعمل كده، لكن انا فعلا ما اتكلمش مع عروض ولا اتكلمت اي حاجه، حتى العروض اللي كانت بتكلمني قلت لهم يا جماعه استنوا لحد اما انا اعمل ايه مع الاهلي. وانا ساعتها قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم في اي حاجه، انتوا اتكلموا مع اخويا تواصلوا شوفوا هنعمل ايه سنه سنتين ثلاثه، هدوني جنيه اتنين عشره اللي احنا اللي انتوا عايزينه هنعمله، مفيش اي مشكله. بس وده اللي حصل وده اللي كان وارد. بس هو بقى شويه الكلام بقى اللي حصلت، حسين اصل حسين مش عايز، اصل حسين بيمضي بره، اصل حسين مش عارف ايه، اصل اصل اصل، ولا كان في اي حاجه من ده كله. بس الناس طبعا يعني بتحب تسخن الدنيا بس، وكهربا كهربا عمال يسخن الدنيا. بص ورا اهو انا يا كهربا، كهربا ده تاني لقاء ليا، الاولاني مع اكرم توفيق والتاني اهو دلوقتي في الطياره. على السلامه يا اسد مصر، حاجه الكاميرا على اكرم الاسد اهو، او الاسد اهو، او الاسد اهو، الله يبارك لك يا اسد. لقيت السماعة؟ والله ما معايا. كابتن حسين، حسين ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش في الإعلام كتير ولا على وسائل التواصل الاجتماعي. حسين مركز في الملعب، شغله في الملعب، في عز ممكن ما الدنيا تبقى صعبة، لكن حسين تركيزه أنا عايز أعمل إيه عشان أفرح جمهور النادي الأهلي. والله بص الحمد لله يعني ديت أنا شايفها يعني حاجة كويسة، وفي ناس بتشوفها اللي هي عيب، بس انا برضو بشوفها حاجه كويسه، ان انت مش كل شويه اللي انت تبقى ظاهر وان انت كل شويه تطلع وان انت كل شويه تقول حاجه، بس انت كده كده في الاول والاخر يعني اللقاء زي طبعا اللقاء التلفزيوني بيبقى اكبر وكده. ليه لقاء معاك كل سنه؟ انا عارف كل سنه تقول معايا وتفضل تجري وانا اقول لك لا، بس انت عشان حبيبي اروح بس والله. ف ما احبش اظهر كتير، لازم نخلص اللي احنا ورانا ونعمله، بعد كده نشوف بقى نقدر نطلع ولا مش هنطلع.
بس فدي طبعا بناء على الاهلي، يعني الاهلي هو اللي بيقول لك سواء تطلع او تطلعش، فدي حاجه بتاعتهم هم. انا فلو الاخر هم اللي بيقول لك اه ولا لا، بس بعد كده انت بقى بتشوف هتطلع ولا مش تطلع وكده. وعلى الميديا والله انا بالنسبه لي انا الميديا انا واخدها اللي هو كان لنا مثلا ارفع صوره انا واخويا كراميلا، انا صوره انا واهلي، انا صوره واولادي، انا صوره انا شايفها كده، لان انا لما حاجه بتعجبني صوره بتعجبني بحب ارفعها، بس انا ما باخدهاش اللي هو انتقادات وانت لا، هي في الاول والاخر انت الجمهور دايما معاك سواء في الاستاد في النادي في اي حاجه، فهو كده كده معاك. لكن الميديا ما ينفعش انت تركز فيها سواء في انتقاد سواء في اي حاجه، لان في الاول والاخر الانتقادات ديت انت ممكن تاثر عليك سلبيا وممكن انت تاخدها بعكس، فكل واحد حسب طبعه. بس ختام الموسم وانت بتختم بالبطولات، لكن بيبقى في تكريمات على المستوى الشخصي لحسين. قبل المعسكر كان في تكريم الجمهور يعني اثناء المعسكر، اختيار حسين بتصويت الجمهور التشكيل المثالي واحد افضل اجنحه في الكره المصريه عن الموسم الماضي، امور بتشيلك مسؤوليه كتير اللي جايه يا كابتن حسين. طبعا والله يعني انت كل ما انت الجمهور بيختارك في حاجه وان انت بيرشحك ان انت تبقى احسن لعيب سواء في مصر او في الاهلي او 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 في حاجات كتير، كل الحاجات ديت بتبقى عامل اللي انت اضافي ليك، اللي انت لازم السنه مثلا دي خلصت خلاص السنه الجايه لازم تبقى احسن، لازم تبقى احسن واحسن واحسن. فانت طبيعي الفتره الجايه محتاجه مجهود مش من حسين بس، لا من الفريق كله، محتاجين ان احنا الفتره الجايه نركز ونعمل اكتر من اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت بس. فدي حاجه كبيره جدا وان شاء الله نقدر نعمل ده كله فعلا مش حسين بس. يعني خمس بطولات الموسم الماضي بيشيلوكم مسؤوليه للموسم اللي جاي. جمهور النادي الاهلي لو بنلعب خمس بطولات عايزين ناخد سبعه مش عايزين ناخد اربعه، ف هل دي بتديكوا دفع معنوي اللي جاي ولا بتشكل عامل ضغط شويه؟ الاثنين. مش هقول لك لا، بص اللي هيقول لك لا مش عامل ضغط، لا يبقى انت كده بتضحك على نفسك وانت بتعمل، لان انت فعلا السنه دي انت داخل بطولات اكتر. انت لو عديت البطولات اللي النادي الاهلي داخلها ممكن يكون من 8 ل 10 بطولات، من 8 9 10 بطولات، فانت داخل بطولات كتير جدا، انت محتاج ان انت تكسب ال 10 بطولات فعلا. انت الجمهور الاهلي دايما حطك في مكان اللي انت لازم تكسب كل بطوله تدخلها، سوبر بقى، بطوله من ماتش واحد، بطوله كبيره، اي حاجه الاهلي عايزك تاخدها، جمهور الاهلي عايزك تاخدها. فاحنا كلعيبه احنا فعلا فعلا مش هقول لك لا مش مضغوطين، لا احنا عايزين ناخد البطوله، داخلين كل البطولات عايزين ناخدها السنه دي، عايزين نعمل اكتر من السنه اللي فاتت. السنه دي البطولات اللي انت داخلها هتبقى حاجه في التاريخ، اللي انت ممكن توصل لعدد فعلا اكتر فريق في العالم حقق بطولات في سنه واحده من كتر البطولات فعلا اللي احنا داخلينها السنه دي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق البطولات كلها السنه دي باذن الله. عايز اختم منك كابتن حسين برساله لكل لاعب ناشئ او كل لاعب كره، لو جه مدرب جديد وما كنتش ضمن حساباته في الفتره الاولى، المدرب ما اتغيرش لكن انت اللي اتغيرت وبقيت واحد من العناصر الاساسيه بالنسبه له، فده امر بيحسب لك. لو هتنصح اي لاعب ممكن بيمر بهذا الظرف تقول له ايه؟ والله بص يعني نصيحتي مش هقول لك بقى لاي لعيب، لاي اخ اخواتي الصغيرين كلهم اللي كلهم بيحلموا يبقوا نجوم كبار، ان هم كلهم بيتمنوا ان هم يلعبوا في انديه مصر كلها، اهلي زمالك احتراف اي نادي، مش هقول لك يعني عشان ما اقولكش مثلا، لان كل لعيب حسب انتمائه وحسب هو عايز ايه. بس نصيحتي لاي لعيب اللي هو ما يكون مثلا مدرب جه جديد وان هو غيرك او ان هو مش عاملك في حساباتك، لا انت اشتغل وتوكل على الله وصلي وتشتغل كويس. لو انت بتتمرن 100% لا خليها 150% 200%، اتمرن لحد ما اجيلك وانك تقدر تمسك في الفرصه ديت، وان شاء الله ربنا يكرمك ساعتها ان شاء الله. اكمل هدف لحسين الشحات هذا الموسم؟ والله الاهداف كلها بس انا بالنسبه لي هيفضل الجون الغالي ماتش الهلال السوداني بالنسبه لي، لان كان بعد والدي الله يرحمه ما توفى بيومين، فده كان بالنسبه لي الماتش ده كله غالي بالنسبه لي. يعني كابتن حسين اتمنى لك التوفيق وباذن الله يكون موسم موفق باذن الله. شكرا لله يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. اخواتي اخويا اكرم توفيق يا جدع، اكرم توفيق. يعني ده كان لقاءنا مع واحد من اهم اللعيبه في الكره المصريه وفي النادي الاهلي الموسم الماضي، وان شاء الله المواسم القادمه حسين الشحات من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. ان شاء الله ربنا يكرمنا بهذه الروح المتواجده مع كل اللاعبين او ما بين كل اللاعبين الحقيقه. وخلينا النهارده بقى نبدا اولى فقراتنا وفقره حائط صد. النهارده في حائط صد هتناول الموضوع بشكل مختلف شويه. حضراتكم متعودين مننا ان احنا نطلع نرد على اللي بيتقال على النادي الاهلي ونكون حائط صد للي بيتقال، ولكن احنا المرة دي هنوجه رسالة وتحذير للجميع على أمل اللي بيحصل كل مرة. المرة دي
اتمنى ان هذه الرساله تصل للجميع علشان اللي بيحصل كل سنه ما يحصلش المره دي، والناس يكون عندها حس وطني شويه. طيب انا بقول كده ليه؟ ورسالتي لمين؟ انا بقول كده لكل واحد مش بيشجع النادي الاهلي ومش عايز الاهلي يحقق بطولات. من فضلك غير تفكيرك، لان الاهلي هو ممثل مصر، ولازم اوجه لك نصيحه مهمه جدا. النادي الاهلي هو ممثل مصر وعنده مباراه مهمه جدا يوم الجمعه اللي جاي، مباراه بلقب السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه. بلاش الاخبار المضروبه، بلاش الاخبار السلبيه اللي بنشوفها خلال هذه الفتره ضد النادي الاهلي في كل مكان. احنا متعودين عليها دايما قبل المباريات المهمه، مثل هذه الاخبار يعني احنا متعودين عليها دايما قبل المباريات المهمه، بنلاقي اخبار سلبيه بتحاول انها تحبط اللاعبين والجماهير، حاجات غريبه كده واحنا بنرصدها بقالنا فتره. انا بقول يا جماعه النادي الاهلي، نعتبر النادي الاهلي في مهمه وطنيه، لازم كلنا نكون معاه ونقف في ظهره، حتى لو بالامتناع عن الكلام. مش عايز واحد ما بيشجعش الاهلي يطلع يقول لك انا بموت في الاهلي وعايز الاهلي يكسب، لا امتنع عن الكلام. يكفيني جمهور النادي الاهلي لما يطلع يقول لي انا عايز الاهلي يكسب، هو ده المهم. ولكن خلال هذه الفتره احنا ما بنرصدش حاجه غير كميه الاخبار السلبيه اللي موجوده على النادي الاهلي. اصل النادي الاهلي لو تعاقد مع لاعب هيتعاقد مع لاعب عنده مش عارف كام سنه، ولو النادي الاهلي لو ما تعاقدش مع لاعب اصل هو لم يتعاقد مع لاعب مهاجم، اصله لو كذا. تسمع اخبار سلبيه كبيره جدا وكثيره جدا. لما اجي اقعد اسمع الاخبار السلبيه دي وابص على السنه اللي فاتت بستغرب جدا. انا دخلت خمس مش انا النادي الاهلي يعني دخل خمس بطولات، كسب الخمس بطولات. امال لو كنا خسرنا بطوله كان حصل ايه؟ كنت قلتوا ايه؟ كنت طلعتوا اخبار سلبيه اكتر من كده ازاي؟ اتمنى ان الرساله دي توصل ومن بدري. خلينا بس نبقى في ظهر بعض لغايه يوم الجمعه، حتى ولو بالصمت، حتى ولو بالسكوت، ولكن لغايه يوم الجمعه. وبعد يوم الجمعه ابقوا ارجعوا اتكلموا زي ما انتوا عاوزين. خلينا خلصنا فقرتنا الاولى، فقره حائط صد، ولكن في كلام مهم جدا على احد الاعلاميين المهنيين، أو المفروض، وبيشتغل في قناة محايدة مش في قناة فئوية، فمن المفترض أن يكون كلامه بالمسطرة. خلاص؟ عموما هنتكلم ولكن بإيه؟ بالعقل. الحقيقه لازم اتكلم مع حضراتكم بالعقل، لانه اللي بيحصل في يومين الاجازه او اجازه نهايه الاسبوع بلاقي حاجات كتير غريبه جدا بتتقال في بعض البرامج اللي من المفترض ان هي برامج محايده وعلى قناه محايده. هتقول لي يا عم انت هتحجر على راي الناس. انا لا احجر على راي الناس، ولكن لو انا قلت على أحد النجوم الكبيرة جدا اللي عنده 37 سنة ولا 38 سنة في أحد الـ الأندية، طالما قلت عليه إن هو العمر ده ما هو إلا مجرد رقم، العمر ده ما هو إلا مجرد رقم، طالما قلت كده يبقى لازم. ده لو حصل إن النادي الأهلي جاب صفقة واحد عنده 33 34 35 معرفش، يعني معرفش ايه الكلام اللي بيدور في هذا الامر، ولكن لو ده حصل يعني يبقى لازم لو تعمل هنا كده او قلت على النادي اللي لابس ابيض او اصفر او اخضر او زي ما انت عايز، لازم تقول على النادي الاهلي نفس الكلام. وانت بتقدم برنامج في قناة محايدة ما ينفعش انتمائك يغلب عليك. على فكرة ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة إن أنا ما كنتش بشجع النادي الأهلي، ولكن يجب أن تكون هناك مهنية ومصداقية بالنسبة لك لدى الجمهور. وجهة نظري طبعا، أنا ما بحجرش على حد، اللي عايز يقول حاجة يقولها. لأنه زي ما قلت لكم أنا سمعت إن أحد البرامج، هو أحد مقدمي البرامج، وهو بيتكلم عن لاعب وبيقول رأيه فيه، بيقول لك إيه؟ إن هو هذا اللاعب مش هيجيب التايهة للنادي الأهلي يعني، وانه لعيب سنه كبير، وكلام يصنف تحت بند الرأي، حقه.
ولكن عندما تنظر إلى نفس الشكل ونفس الأمر على نادي بيلبس فنيلة مختلفة تجد أن العمر ما هو إلا مجرد رقم. لكن في النادي الأهلي هو يعني هو هيجيب التايهة؟ أو الله العظيم ده رأيي من وجهة نظري تحت دوافع الانتماء لأندية منافسة للنادي الأهلي، لأنه في الآخر زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للعيبة تانية داخلين على 40 مثلا يقول لك العمر ما هو إلا مجرد رقم. طب أصدقك في أنهي موقف وأنهي رأي فيهم؟ بالعقل كده أنت مش أي حد من حقه يقيم أو يبدي الرأي. أنت ممكن تستعرض خبر مفروض يعني أن البرنامج بتاعه كده يعني، لأنه ممكن جدا البرنامج يفقد مصداقيته. واللي أنا عارفه أن أنت في قناة كبيرة ومحترمة وواحدة من القنوات الكبيرة جدا. وجهة نظري أيضا أن أنت كان لازم تحكم عقلك وتراجع مواقفك السابقة في أندية أخرى أو في الكلام على لاعبين في أندية أخرى. بالعقل كده أي صفقة بتكون اختيار المدير الفني، لأن هو اللي عارف الأدوار اللي مطلوبة من الصفقة دي. لازم نكون موضوعيين في التناول الإعلامي. وبالمناسبة ما عنديش مشكلة أن أنت تقول أن اللاعب ده عنده 100 سنة مثلا، ولكن لماذا لا ننتظر ماذا سيحدث في الملعب إذا كان هناك صفقة بهذا الشكل وبهذا الأمر؟ في الإعلام طالما أنت في قناة محايدة بعيدا عن القناة أي قناة فئوية يعني، بعيدا عن أي قناة فئوية أو قناة نادي، لأن قناة النادي الأهلي مثلا هنا مش هتكلم غير على الأهلي، لازم المسطرة تكون واحدة ويكون الكلام دايما بالعقل مش مجرد كلام طالعين نقوله وخلاص. لأنه في مثل هذه المواقف بتبان المهنية والحيادية. مهما كان انتمائك ومهما كان حبك للنادي اللي انت بتنتمي ليه ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر، ولكن مشكلتي الوحيدة هي هنا العمر ما هو إلا مجرد رقم، لكن عن النادي الأهلي مش هيجيب التايه. هذا هو الفارق، وجهة نظر، ويعني أرجو أن محدش يزعل من هذا الكلام. وخلينا نطلع كالعادة ونشوف تقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. انتظم الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية لاعبو الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد أن منحهم المدرب مارسيل كولر راحة سلبية من التدريبات الجماعية لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني. وصل النجم علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إلى القاهرة رفقة منتخب تونس الذي يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخبنا الوطني بعد غد. توصل مسؤول النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي على خوض مباراتي الدور الـ32 في القاهرة، وذلك بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني عدة تغييرات في تشكيل المنتخب للقاء الودي الذي سيجمعه مع منتخب تونس، وذلك لتعويض الغيابات بعد مغادرة رباعي الأهلي معسكر المنتخب بجانب استبعاد محمد حمدي للإصابة. أعلن اتحاد كرة القدم التشكيل الرسمي والنهائي الذي اختاره البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية للجنة بعد التعديلات التي أجراها عن الموسم الماضي، وذلك بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دقيش. وجاء التشكيل فيتور بيريرا رئيسا للجنة ومحمد فاروق نائبا لرئيس اللجنة وعضوية أحمد القرحي وأحمد ساهر، كما استقرت لجنة الحكام الرئيسية على التجديد لعدد من الحكام الدوليين الذين بلغوا سن التقاعد، خاصة أنهم يشاركون ضمن الحكام المميزين في بطولات الاتحادين الكاف والفيفا. عبر النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي عن حزنه الشديد عقب الزلزال الذي ضرب بلاده في وقت متأخر من ليلة الجمعة، داعيا الجميع للتعاون من أجل إنقاذ الأرواح. وعلق لاعب باريس سان جيرمان عبر مواقع التواصل: نعيش أوقاتا صعبة وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، التعازي لكل من فقد عزيزا.
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة المدرب هانز فليك من تدريب المنتخب الأول، وجاء إقالة هانز فليك على إثر الخسارة المذلة أمام اليابان بأربعة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما في فترة التوقف الدولي. أعلن نادي فياريال الإسباني عن تعاقده رسمياً مع المدرب خوسيه باشيتا المدرب الأسبق لفريق بلد الوليد، وذلك لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً لكيكي سيتين المقال من منصبه بعد النتائج المخيبة للآمال. دون منتخب ألمانيا اسمه في سجل البلدان الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بعد فوزه المستحق على صربيا 83 مقابل 77 نقطة في المباراة النهائية، وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي. ذكرت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات أن المدرب لوتشيانو سباليتي خلف أنطونيو كونتي في سيناريو استثنائي مع منتخب إيطاليا، وتولى سباليتي مؤخرا تدريب منتخب إيطاليا خلفا لمانشيني. وأشارت أوبتا إلى أن سباليتي هو ثاني مدرب فقط في 50 عاما الماضية الذي يفوز بالدوري الإيطالي ويدرب منتخب إيطاليا في نفس العام بعد كونتي. وصلنا دلوقتي لفقرة صنع في الأهلي. النهاردة في صنع في الأهلي معنا واحد من نجوم الكرة السودانية والإفريقية، طبعا يعني صحيح أنه هو مش من إفرازات قطاع الناشئين في نادي الأهلي، ولكن هو سوداني بصبغة أهلوية، عطاء طويل مع النادي الأهلي وحقق نجاحات وإنجازات. محتاجين الحقيقة وقت طويل جدا جدا عشان أقدر أتكلم عنه. عنده خبرات إدارية وفنية داخل اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي. نجم كابتن محمد عبد المنعم شطة اسم الشهرة بتاعه طبعا، وهو واحد من أسماء الشهرة المعروفة في تاريخ النادي الأهلي والكرة السودانية. أيضا الكابتن شطة كمان واحد من الكبار في الكرة الإفريقية. خلينا نطلع نشوف كابتن شطة في صنع في الأهلي، وبعد كابتن شطة وصنع في الأهلي هيكون معانا النجم الكبير في الفقرة القادمة، النجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي، وكلام هام جدا فيما يخص النواحي الفنية لفريق كرة القدم في النادي الأهلي. شطة شطة ماشي تلعب جوه المنطقة، برافو شطة بدماغه الطبقة. طبعا بداية كرة القدم دي يعني من 50 55 60 سنة، وانا كنا بنلعب في الشارع، وبعدين ما كانش في اي توجهات ان انا العب كرة قدم. انا كان عندي ميول تانية، كان عندي جمباز في الموسيقى وانا صغير، بلعب موسيقى هارمونيكا، بلعب فلوت. ما كانش اهتماماتي في الكورة الا بعد 12 14 سنة وبنلعب مع زمايلنا كده في المنطقة، وفجأة كده بقى لقوا في حاجات عندي بعملها في الكورة، بالرغم ان انا مش متعلم اساسيات ولا حد دربني على الدريبلينج ولا على الزيجزاجينج والحاجات اللي فيها التدريبات اللي بيعملوها دلوقتي في مدرسه الكوره. فاحنا ما تعلمناش مدارس، تعلمنا الشوارع بس. طبعا بعد كده لما بقى كبرنا يعني تعلمنا كوره على كبر. انا من الناس اللي اتعلمت كوره بعد ال 14 15 سنه، ازاي اوقف الكوره وازاي بصيها. بس في حاجات سكيل موجوده لو عندك مش محتاجه انك انت تبدايه من ورا. السرعه، اللياقه، الرشاقه، المرونه دي لو موجوده التكنيك سهل جدا تتعلميه. الشوتينج، الكروسينج، الهيدنج، كل الحاجات السكيلز الثانيه تقدري تعمليها. فالحمد لله بقى ايه، مع الوقت بقى وفي المدرسه طبعا كنت بلعب مع المدارس، منتخب المدارس، كنا على طول مدرستي على طول بتاخد البطوله، كنت متميز جدا يعني. وبعد كده طبعا لما دخلت بقى في الكوره النظاميه وجيت النادي الاهلي بدانا نتمرن بقى على الحاجات اللي فيها ايه خطط. ما كناش نعرف خطط في السودان، ولا كنا بنعرف نلعب يعني 4 3 3. وجه دكودي طبعا علمني العب ازاي ديفندر في النادي الاهلي، فبقيت يمكن اول ديفندر اتعمل في 4 3 3 نفذها بشكل مميز جدا من 73 ل 83. فدي كلها الحاجات دي بقى ايه هي اللي خلتني ان انا بدات كره القدم، ان انا يعني كان ليا سكيل معينه وليا تالنت. والحاجات دي من غير انك عندك حاجه جواك ما تدريش تطلعها الا بعد ما يشوفك مدرب كويس. فطبعا التحاقي بالنادي الاهلي ده كان في علم الخيال يعني، ما كانش في حد في الدنيا يتوقع ان انا اجي النادي الاهلي، ولا انا ولا اي حد ولا حتى الناس اللي كانوا بيعلموني الكوره ان انا اجي النادي الاهلي. وبصراحه اقولها لك بامانه مطلقه يعني، انا ما كان عندي 14 سنه ما كنتش بسمع النادي الاهلي، لان احنا كنا محصورين في قنوات محليه وكره محليه، هلال، مريخ، حاجات دي.
فمن النادر كنا يعني كنا انا كنت مثلا بقرا في الجرايد مثلا حاجات معينه كده، لكن ما كانش عندي الاهتمام انه كابتن صالح سليم وكابتن رفعت الفناجيلي مش عارف ولا اسماء يعني ومختار التتش. فبالتالي لما انا طبعا في الجامعه جامعه الخرطوم كنت بلعب بطوله، وبعدين البطوله دي في اسمها بطوله الجامعات في دار السلام، كان فيها كل جامعات القاره الافريقيه، والحمد لله فزنا بيها وانا اخذت افضل لاعب وافضل هداف. فبالتالي اول ما رجعت على طول خدوني في نادي في اسمه نادي التحرير، لعبت في نادي التحرير سنتين، وبعد كده انتقلت لمصر عشان ادرس هنا في جامعه القاهره. وحقيقه يعني القصه هنا هتبدا بشكل حقيقه مهم جدا. كان في قطب اهلاوي هلالابي، يعني هلال والاهلي، كان في واحد كل سنه يجي يتفرج على الاهلي ويرجع السودان، وكان هو قطب في الهلال نادي الهلال، فعرف ان انا جاي هنا، فقال لك الله نلحق الشطه ده يروح بدل ما يروح الزمالك اوديه الاهلي. فجاي حقيقه وبعتني هنا اللي وقتها كان كمال بيه حافظ وسياده الفريق عبد المحسن كان مرتجي الله يرحمهم الاثنين، استقبلوني وقالوا لي انت بتلعب كوره؟ قلت لهم ايوه بلعب كوره. اسمك شطه؟ قلت لهم ايوه اسمي شطه. الحقيقه ما كانش اسمي شطه، كان اسمي قرن شطه. يعني انا مش مسميش على الشطه، انا مسمي على القرن، لانه كنت زي القرن كده. فكانوا بيقولوا لي قرن شطه، ولطيف كان يقول لك قرن شطه قرن شطه، في الاخر بقى ايه القرن دي تقيله شويه فتحولت الى شطه. فبالتالي الحقيقه دي كانت الحقيقه الطريقه اللي انا جيت بيها، انتقلت من جامعه الخرطوم الى جامعه القاهره كليه الهندسه. من 73 ل 83 اطلبت 11 بطوله فيها كاس وفيها دوري، لان الحقيقه دي فتره احتكار النادي الاهلي للدوري. خسرنا 2 كاس انا فاكر، وكسبنا بقى كسبنا كاس 78 اشهر مباراه تاريخيه لجيلي، يعني النادي الاهلي والزمالك 4-2 لو تفتكريها سنه 78. وبعد كده طبعا اخذت بطولات بعد كده مدرب بقى، واخذت بطولات مع الفريق الاول انا والان هاريس لما كنت سنه 93 و94 و95، خدنا 3-4 بطولات، بطوله عربيه وبطوله افريقيه وبطوله 2 دوري. حقيقه يعني ليها تاريخ كويس قوي في بطولات مع النادي الاهلي. الحمد لله النادي الاهلي كيان، النادي الاهلي ده انا حقيقه مش عايز اقول النادي الاهلي ده بيتي، لان هو انا تواجدت فيه اكتر من بيتي. يعني انا تواجدت في النادي الاهلي ده لو حسبت عدد الساعات، انا بطلع 8 9 الصبح برجع 9 بالليل، فبتواجد فيه اكتر من في بيتي. فبالتالي انا بعتقد النادي الاهلي ده بيمثل لي ان انا هو اللي خلاني بقيت في مصر، وما خرجتش من مصر بينما انا سوداني، لكن انا قعدت في مصر حبا في النادي الاهلي وبقيت فيه وتزوجت الحقيقه منه. يعني انا مراتي عضوه في النادي الاهلي، يعني حد محظوظ انا لقيتها في النادي وتزوجتها، والحمد لله اولادي اهلاويه كلهم. عشان كده ما حبيتش ان انا بعد ما خلصت الاتحاد الافريقي ان انا اروح اشتغل في افريقيا ولا اشتغل في الامارات ولا في الخليج العربي، فضلت اني برضه اقعد في النادي الاهلي، يعني الا ان يتوفاني الله طبعا. الحمد لله والله جماهير الاهلي دول طبعا هم الاساس، يعني لانهم هم اللي خلقوا الواحد شخصيه بجد. انا بفهم الكلام، انا من 2000 من 2000 من 1973 وانا بمشي في الشارع بيقولوا لي يا شطه يا شطه. دلوقتي بطلع من النادي الاهلي بقول بسمع برضه نفس الهتاف. دي حاجه بتمثل حاجات كبيره جدا للاعبين وللناس اللي موجودين. جماهير الاهلي هي اللي صنعت النادي، جماهير الاهلي هي اللي هتبقى هي كلها، هي السند اللي موجود. جماهير النادي هي اللي بتحيي كل الناس، والناس اللي ماشيه في الشارع من النجوم دول كلهم اللي خلقهم النادي الاهلي. اللي صنع هذه الشهره هي الجماهير. الناس دي كلها معروفه في الاعلام ومعروفه في كل حته، اللي صنعها هو الجمهور، فالجمهور ده هو كل حاجه. خلق لكل اللاعبين شخصيتهم، خلق لهم ادائهم، هو اللي بيرفع من مستوى النادي، هو اللي بيخلي كل الحقيقه البطولات اللي موجوده دي عن طريق حرص اللاعب انه عنده جمهور بيسنده قوي. دي نقطه مهمه جدا، لو لا كان في جمهور قوي بيسندك صعب جدا انك انت يكون عندك دوافع انك تكسبي بيها وتحاولي انك تحققي بيها بطولات. الجمهور هو الدافع القوي اللي يخلي النادي الاهلي هو النادي الاهلي منذ 1907 حتى هذه اللحظه بطل عظيم على مستوى العالم. الان اصبحنا بنقارن بريال مدريد وبرشلونه وليفربول ومانشستر يونايتد، وعايز اتكلم بقى بايرن ميونخ، اصبحنا في عداد الاحياء. ودي حاجه طبعا صنعها اللاعبين النادي الاهلي من خلال جماهيره، والجماهير هي اللي رفعت اسم النادي الاهلي خفاقا عاليا في كل انحاء العالم. شطه شطه ماشي تلعبها جوه المنطقه، برافو شطه بدماغه الطبقه. اهلا
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. ازيك كابتننا؟ الحمد لله تمام. شرف ومنور. ربنا يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد طبعا ان انا دايما موجود في بيتي ومكاني طبعاً. وخاصه معاك انت بالذات يعني انت انسان جميل والوقت بيبقى سلس معاك والكلام بيبقى سلس والناس يا رب بقى يستمتعوا شويه بي. ده شرف لينا كابتن حضرتك تكون معانا. وقبل ما نبدا كلامنا وزي ما قلت لحضراتكم كلامنا دائما هيكون عن النادي الاهلي وغالبا عن مباراه السوبر الافريقي. خلينا نطلع نشوف تقرير حاجه بسيطه كده عن الكابتن حمدي ونرجع نكمل. الجناح الطائر أحد أبناء الجيل الذهبي للقلعة الحمراء الذي ضم مجموعة رائعة من النجوم الساطعة وأبرز من شغل مركز الظهير الأيمن، تميز في التكملة الهجومية وله أهداف لا تنسى سددها من خارج منطقة الجزاء. أطلق عليه لقب الحريف الكابتن حمدي أبو راضي. ولد في القاهرة عام 1961. بدأ مشواره الكروي في ناشئي الأهلي وسرعان ما أثبت مهارته حتى انضم إلى الفريق الأول واستمر لأكثر من 8 سنوات مع القلعة الحمراء. توج رفقتها بالعديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية، ما بين الفوز بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأبطال الكؤوس. انتقل إلى نادي المقاولون العرب وحصل معه على بطولة كأس مصر، وانتقل بعدها إلى نادي المريخ البورسعيدي. وبعد مسيرة ناجحة في الملاعب انتقل بعدها إلى التدريب وتسلم مهمة تدريب قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، ومن ثم تولى مهمة تدريب عدة أندية أخرى وانضم إلى إدارة قطاع اكتشاف المواهب في النادي الأهلي. الكابتن حمدي أبو راضي مسيرة من العطاء لاعبا ومدربا. يعني كابتن حمدي مسيرة كبيرة سواء لاعبا أو مدربا زي ما شفنا في التقرير، ومسيرة ناجحة يعني بسم الله ما شاء الله. الحمد لله طبعا فضل من عند ربنا أن الواحد قدر الهواية اللي عنده والنعمة اللي ربنا اديها للواحد يعني قدر يسخرها لنفسه وبرضه لامتاع الناس، لأن في الأول وفي الآخر كلاعب كورة لازم يبقى فيه هدف، فيه جماهير، لازم الجماهير تبقى مبسوطة وتبقى فرحانة وأهلك يبقوا فرحانين. والواحد الحمد لله يعني حظي كان كبير جدا 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 ان انا انتميت للنادي الأهلي. دي طبعا يعني كانت في مفاجأة كبيرة للناس، ناس كتيرة يعني ما كانش في حد بيسعى او انا ما كنتش بسعى، بس من فضل ربنا طبعا لقيت نفسي في النادي الأهلي وربنا كرمني والحمد لله. الحمد لله. كابتن خلينا نروح مع حضرتك للكأس السوبر الإفريقي. الحقيقة هذه المباراة المهمة جدا يوم الجمعة القادم، الكل ينتظرها، بداية موسم بعد معسكر في خارجي في النمسا وبعد ما شد وجذب ما بين النادي الأهلي والمنتخب فيما يخص اللاعبين وهكذا وكذا. الأربع لاعبين لعبوا مباراة إثيوبيا ثم عودة مرة أخرى للنادي الأهلي. شايف هذه المباراة في بداية الموسم وبعد كل هذه الأحداث ومعسكر وأجازة شايفها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شايف من الأول ومطمن فوق ما تتصور يعني، لأني عندي ثقة كبيرة جدا جدا في المدير الفني كله النادي الأهلي. النواحي التنظيمية الدقيقة مش بيخليني قلقان ابدا. سواء رباعي الاهلي اللي جم ولعبوا ورجعوا الكلام دوت، الميزه اللي موجوده عند مستر كولر ان هو ما بيسيبش حاجه للصدفه. والثانيه ليها وقت وليها قيمه. ترتيباته يعني يمكن اول موسم، بدايه موسم، نهايه موسم وبدايه موسم اشوف فيه هدوء في المعسكر الخارجي وتاديه المعسكر الخارجي والرجوع الاستعداد لبدايه الموسم. وبدايه الموسم غير اي موسم. صحيح. انت بتبتدي ببطوله ماتش واحد ببطوله وعلى ملعب خارجي في السعوديه، الجماهير طبعا منتظره ومستنيه ومتشوقه اولا لوجود النادي الاهلي. البدايه بدايه الموسم ببطوله قويه زي دي
هتكون دافع كبير جدا جدا لتكملة المشوار، لأن احنا داخلين على بطولات. أنا شايف كم بطولات رهيب موجود، السوبر الإفريقي سواء على المنتخبات أو الأندية، شايف كم بطولات كتيرة. فمش قلقان خالص ولا حامل هم، لأن أنا عندي ثقة كبيرة في مستر كولر في إعداده، وهو ما بيسيبش حاجة للصدفة. صحيح. ما بيسيبش ثانية تعدي، كل ثانية هو بيستفاد بيها وبيقدر يوصل فكره واللي هو عايز يعمله ويوصله للعيبة بتاعته، ودوت واضح على وجوه اللعيبة لما بتشوفها في أي لقاءات، في حتى في معسكر النمسا لما كان بيجي فيه، في صور الناس بتشوفها أو في كلام، أنا شايف فيه هدوء جامد الحمد لله طبعا، ودي ميزة. ومتفائل تفاؤل كبير جدا بالبداية، بداية الموسم دوت بهذه البطولة، لأن وعندي ثقة كبيرة جدا 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 إن دي هتكون أول بطولة إن شاء الله، وفتحة الموسم تكون خير بإذن الله يا رب إن شاء الله. هل بتفرق يا كابتن مع إن البداية تكون مع فريق من شمال إفريقيا، فريق متعودين منه إن هو يكون ند قوي وفريق كبير في الجزائر، عن إن هو يكون من فرق إفريقيا السمراء؟ هي يعني وجهة نظري مفيش فرق كبير بينهم، لأنها دي بطولة ماتش واحد، مباراة واحدة. أوكي. سواء مستوى الفرق شمال إفريقيا الجزائر أو الفرق الإفريقية كلها فيها منافسة، وفي تعتبر إنها في ملعب محايد يعني بالتساوي 50-50. إنما الدوافع الكبيرة اللي بتبقى موجودة عند فريق عن فريق هي دي اللي بتفرق وبتحدد المسار، وانا شايف ان في دوافع كبيره جدا جدا للنادي الاهلي للبطوله دي. بس دايما كمان ان مباراه الفرق المصريه عامه سواء منتخبات او انديه وخاصه النادي الاهلي مع الفرق الجزائريه مباراه ما تبقاش سهله، لان ما فيش دايما المنافسه بيننا وبين الجزائر بالذات في شمال افريقيا، يعني الجزائر بالذات في نديه، والنديه ساعات بتوصل للعنف، ودوت اللي انا يعني بقوله للاعيبه النادي الاهلي، الجزائر دايما في عنف متعمد، فيبقى في حذر موجود، واعتقد ان هم كجهاز فني موجود في النادي الاهلي شايف النقطه دي، وما كنتش يعني مش هتعدي عليهم يعني طبعا. فهتكون مباراه قويه جدا جدا جدا، بس كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي إن هم يقدروا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، وإحنا بنلعب في ملعب بلد شقيقة، جماهير أهلوية مصرية وسعودية كمان. صحيح. فإحنا الكفة بتاعتنا إن شاء الله تكون أرجح بإذن الله. هل من الممكن أن نرى تغير في شكل الفريق الفني، خصوصا بعد التدعيمات اللي حصلت إمام عاشور ورضا سليم والتدعيمات المنتظرة؟ يعني انا يعني من رايي ورؤيتي ما اعتقدش ان ممكن التدعيمات يكون فيها ليها تواجد في هذه المباراه. اوكي. ليه؟ ده رايي يعني. لان برضو التدعيمات اللي جايه رجلهم في الملعب ومع الفريق ورهبه، خلي بالك الموضوع مختلف، انا بلعب في النادي الاهلي غير ما بلعب في اي نادي تاني. أوكي. خالص، حتى لو بلعب في تونس او في الجزائر او دوله اوروبيه، النادي الاهلي موضوع تاني خالص جماهيريا، ولاعب الكوره لما بيبص المدرج وبيشوف جماهير النادي الاهلي والهتاف، مش الهتاف بس بقى، ده هو تعبير الهتاف كمان على وجوه الجماهير، ده ليه موضوع تاني كبير طبعًا. بيأثر طبعًا. فاعتقد انا اعتقد يعني ان مستر كولر مش هيغامر بتدعيم جديد في المباراة دي، حتى مهما حصل. يعني اذا كان هناك تدعيمات منتظرة خلال الايام القادمة، هل من الممكن ان نراه في المباراة؟ يعني لو جبت لاعب او اثنين او ثلاثة خلال الفترة اللي جاية، هل قبل الماتش يعني هل ممكن حضرتك بتقول ان لا مش هنلاقيهم، مش هيبقوا موجودين؟ ده رأيي. ده رأيي وده اعتقادي لتفكير مستر كولر، ما افتكرش ان هو يقدر. طب ممكن اعرف من وجهة نظر حضرتك حطيت عليها انهي اساس؟ التدعيمات اللعيبه اللي موجوده مش يعني جايه من انديه تانية، جاي هو امام عاشور ورضا سليم. امام عاشور ورضا سليم من ميتلاند
قبل كده كان في نادي الزمالك نادي كبير دلوقتي او كان لما جه من نادي الميدلاند جه على النادي الاهلي. رضا سليم برده جاي من نادي كبير. رهبه النادي الاهلي برضو. انت 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 لاعب ولعبت في النادي الاهلي يعني وشفت طبعاً. وبعدين ده اصل دي مباراه واحده بطوله مفيش تعويض. اوكي. لا لا لا, لا انا كمدرب فالعب باللي انا عارفه مش هقدر ما غامرش لان انا ممكن اغامر بلعيب وممكن اخسره. ممكن الجماهير لان خلي بالك دلوقتي في 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 ميديا في طبعًا جماهير طبعًا. بتقيم اختيارك جدا والاختيارات والتقييم اللي هي بتفضل متردده دي بتاثر على مستوى اللعيبه وممكن تاثر على تفكير المدرب. صحيح. انا ما اعتقدش ان مستر كولر بيفكر التفكير دوت خالص لان دي مباراه 90 دقيقه وهي فاصله ببطوله وهتكون هي الباب للبطولات الموسم القادم. كولر اكتسب خبرة إفريقية كبيرة أعتقد بعد هذا الموسم. كيف يستطيع أن يعبر كولر بهذه المباراة إلى بر الأمان في ظل نهاية بداية موسم برضو؟ خلي بال حضرتك أنا بتكلم دايما عن نهاية بداية موسم. أنا يعني ما أعتقدش أنه هو هيغير من رتمي خالص رتمه. ما أعتقدش لأن هو هدفه واضح. يعني شفنا في خلال الموسم اللي فات في بطولة الدوري أو في إفريقيا هدفه دايما في المباراة هو الفوز. فما افتكرش أنه هو هيغير أو يأجل الفوز ويغير طريقة اللعب لحين توقيت معين يبدأ. ما اعتقدش أنه هو هيغير الطريقة دي لأن الطريقة دي ممكن يكون إيه ليها جانب سلبي يعني. ممكن اللعيبة خلي بالك برضو اللاعب المصري ممكن ينسى في الملعب يعني ممكن ينسى بيخش في الجيم بشكل ما يعرفش يطلع منه فبيفضل فيه. ودي مع مستر كولر يعني هو حافظ اللاعب المصري كويس قوي. عارف يطلع منه اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه وكله اللاعب ما بيشتغلش لنفسه اللاعب بيشتغل للفرقه فريق لعب جماعي يعني تفكير اللعيب اللي في رجل الكوره تفكيره جماعي مش في نفسه مش عشان هو يجيب جون او هو الناس تسقف له هو في الاول وفي الاخر هو ان اللعبه الجماعيه دي واحنا كمجموعه احنا فرد واحد اللي في الملعب ولا على الدكه. ما افتكرش ان هو هيقدر يعني هيغير الطريقه او يقسم المباراه على توقيتات يعني يكون في حذر يقرا الفرقه اللي قدامه. دلوقتي الفرقه كلها مكشوفه لبعض. العناصر كلها مكشوفه لبعض. بقدر اسال بقدر اشوف بقدر النت يعني مباريات الافراد اللي موجوده في الجهاز هو عارف كل كمان. كل واحد هو عارف ده ايه بيعمل صحيح. ايه وبيسوي ايه. فأنا شايف ان هو عايز اسالك سؤال برضه يا كابتن حمدي وده للجمهور الحقيقه. هل من الممكن ان يكون هناك اختلاف بين ان وانا قاعد بتفرج على شريط فيديو او سيديهايه يعني وما بين الملعب؟ يعني انا بتفرج على فريق النادي الاهلي لو حضرتك في الملعب كابتن حمدي ابو رادي هيبقى شايف الملعب قدامه كله تمام. هل هتفرق لو انا بتفرج في الملعب او بتفرج على سي دي؟ طبعا في اختلاف. ايه بقى يا كابتن الاختلاف؟ انت يعني اولا في حاجات كتير. انا بتفرج على المباراه هل بتفرج على لعيب ولا بتفرج على فرقه؟ لا بتفرج على الفريق. بتفرج على الفريق. الكادر بتاع المباراه جايب لي الملعب كله ولا جايب مع الكوره؟ مع هيجي مع الكوره. في جانب مظلم في الملعب كله الملعب انت مش شايف التحرك. هناك وانت بتتفرج في الملعب بتبقى شايف كل حاجه. طبعا شايف كل حاجه. بتقدر تحلل. انت تقدر تحلل اللعيب ده فكر في ايه او هيفكر في ايه. لو انت عندك دي شغلتك او مهنتك دي وقدرتك وموهبتك تقدر تحلل اللعيب دوت كان بيفكر في ايه وما تنفس لغرض ما لغلط من زميل او ملعب او ارض او 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 او. بس عندك في ناس عندها القدره تقدر تقرا الفكر ايه وتعرف وتقدر تحلل. ما هو تحليل الاداء ده على اساس ايه؟ هو اللي حضرتك بتقوله ده. هو دوت انك انت بتقدر تحلل كل واحد في مركزه البوزيشن دوت السردباكين دول بيتحركوا ازاي ده بيعمل ايه ده ايه. بتقدر توصل للي انت عايزه. فطبعا الملعب
افضل من الشاشه. انا مع حضرتك لكن اصل كان كذا حد من الجمهور بيسالني هذا السؤال، فانا بس حبيت ان انا دايما يعني اسال حضرتك فيه. اروح بقى مع حضرتك لمعسكر نمسا، من وجهه نظرك اهم المكاسب اللي كسبها النادي الاهلي من هذا المعسكر. اولا المكاسب كبيره جدا جدا جدا. اولا الجو، الهدوء، البعد عن الميديا، واكيد انا عارف ان دي مش هتعدي على الجهاز الفني طبعا، لان الميديا بتاثر تاثير كبير يعني. التزام، خلي بالك التزام، التغذيه سواء الاكل في مواعيد الفطار والغداء والعشاء، انت لا تتخيل ان الفتره لو قعدت 10 ايام 15 يوم في معسكر وفطرت في ميعاد واتغديت في ميعاد وتعشيت في ميعاد واتمرنت ونمت، انت بترجع انسان بيور بتيجي تختلف مع الحاجات دي كلها لما بتتخلى. فاكيد المعسكر، واحنا طبعا النمسا من يعني زي ما بيقول لك ايه، ليالي الانس في فيينا، بلد هاديه، والمكان اللي انا شايفه في الصور فيه هدوء وحته هقول ايه، ريفيه شويه بس ريفيه اوروبيه طبعا، هدوء ومفيش ازعاج، فكل التركيز للعيبه في التمرين وفي المحاضرات وفي التوجيه وفي يعني وجوه اللعيبه كانت يعني واضح ان فيها ايه، منوره زي ما بيتقال يعني. الى اي مدى سيؤثر المعسكر الخارجي على اللاعبين بالشكل الايجابي اللي حضرتك شايفه قبل انطلاق الموسم؟ هيكون ليه تاثير كبير، هو رقم واحد فعلا؟ لان يعني النادي الاهلي خلص المعسكر امبارح، يعني يوم الاربعاء، الخميس الاربعاء، جم الاربعاء بالليل. الفتره بتاعت المعسكر اللي هو التدريب في ميعاد والنوم في ميعاد والاكل في ميعاد وطبعا الحاجات دي كلها هتمشي لحد المباراه، يعني في الوقت الكافي ان اللعيب يحتفظ بما وصل اليه من نظام تغذية أو توجيه أو تدريبات أو تكتيك أو يعني كل حاجة في الكورة هيكون محتفظ بيها للمباراة لوقت المباراة. طيب الأهلي عنده ارتباطات كثيرة جدا، ويمكن حضرتك كنت بتتكلم في هذا الأمر أنه عنده ارتباطات كثيرة سواء دوري، كاس، سوبر على المستوى الإفريقي، بطولة كاس عالم، دوري أبطال إفريقيا، دوري السوبر الإفريقي، مباريات كثيرة جدا خلال هذا الموسم. يعني كيف يستعد كولر لهذا الكم الهائل من المباريات؟ يعني هعيد الكلام تاني وهنقوله، واكيد انت عارف الكلام دوت، ان لو دخلنا مكتب مستر كولر هنلاقي فيه دفتر وكاتب الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي كلها ومرتبها بطولات، لان هو دقيق جدا 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 جدا، زي الساعه السويسريه زي ما بيقولوا، هو دقيق جدا. فما يعني حاجه زي كده لازم يكون هو عامل حسابها كويس. وبعدين طبعا يعني مش عايزين نغفل الجهاز المعاون الكفء طبعاً. انا شايفهم كفء، كل واحد انا شايفه هو بيعمل في المكان بتاعه الشغل حقيقي. بتاعه بيتحرك في المكان، حتى رد الفعل لوجودهم في وسط اللعيبه مبسوطه يعني في حاله رضا، حاله اقتناع. وانت كلاعب لما تقتنع باللي معاك، المدرب اللي معاك او حتى اللي جنبك، بتبقى الموضوع مختلف يعني. برضه يا كابتن، واحنا بنتكلم اعتقد ان دور مجلس اداره النادي الاهلي في تهيئة الاستقرار سواء من الناحية الإدارية، من الناحية الفنية، من ناحية كل حاجة، الحقيقة أعتقد له دور كبير جدا جدا في أو السر الكبير في انتصارات النادي الأهلي خلال الموسم اللي فات وبداية هذا الموسم. أنا عايز أقول لك حاجة. اتفضل. يعني أنا قبل ما أدخل الهوا كنت مرتب كلامي إن الرقم واحد على الدور لمجلس إدارة النادي الأهلي. أيوه. فقلت لا خليها في سياق الأسئلة، خليها في الآخر. طبعا كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول واللي أنا قلته طبعا وقلناه ده كله ما كانش يحصل إلا بدعم
مجلس إدارة النادي الأهلي. حقيقي. لأن هو كون إن هو يوصلوا للدرجة دي ويوصلوا للحاجات دي كلها مجلس الإدارة أنا شايف، وطبعا الواحد بيشوف الميديا وبيقرأ الجرايد ويعني يعني يعني أنا متابع جيد جدا يعني الحمد لله يعني. ما شفتش عقبة موجودة. معنى إن أنا ما فيش عقبة يعني مجلس إدارة شغال، لأن هو كجهاز فني وفرق الكورة بتشتغل ما بتشتغلش لوحدها. لا إدارة الكورة لازم طبعا لازم الدعم، الدعم اللي هو اللي فوق إدارة النادي ومجلس إدارة النادي الأهلي موجودين، إدارة الكورة وشركة الكورة ولجنة التخطيط مش سايبين حاجة. معنى كده إن هم قايمين بدورهم وطبعا لهم الشكر. ويمكن لو رجعنا لسنين ورا وبداية مواسم كنا هنلاقي حاجات كتيرة كانت بتتقال ومش عارف مجلس الإدارة إيه، طب لا مفيش، لا مش عارف إيه، ده المعسكر باص، طب غيرنا المعسكر، طب غيرنا إحنا هنا عرفنا شفنا المعسكر في النمسا يوم كذا يوم كذا، خلصنا عملنا خلص موعدنا بالثانية وبالثانية وبالساعة وباليوم. فكل ده طبعا الشكر طبعا المجلس الإدارة والكابتن الخطيب، وإحنا شفنا الكابتن الخطيب يعني راح هناك دعم. معنى الدعم يعني انتوا محتاجين حاجة تانية؟ لا الحمد لله مش محتاجين، كله تمام. فالشكر طبعا موصول لمجلس إدارة النادي الأهلي وبيعمل في صمت، بيعمل في صمت. أنا في مجالس إدارات تانية أندية تانية اللي بيجيب كوباية شاي بيقول أنا جبت شاي، أنا عملت كذا، أنا سويت كذا. أنا شايف مجلس إدارة وشركة الكورة طبعا موجودة ولجنة التخطيط محدش بيتكلم بتاتا. كلام الكورة مستر كولر فقط، مفيش حد بيتكلم تاني، أنا ما شفتش حد بيتكلم تاني. ودي طبعا ما تجيش إلا بمجلس إدارة محترم عنده ثقة لا محدودة في الجهاز الفني وفي اللاعبين طبعا. والحمد لله يعني اللعيبة يكونوا على قد هذا المستوى والدعم اللي موجود ليهم كان من مجلس إدارة وكجهاز فني وجماهير طبعا. من ضمن المساندة اللي عاملها مجلس الإدارة هو موافقته تقريبا على كل الصفقات اللي بيعوزها مارسيل كولر. من ضمن هذه الصفقات خروج حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري، ثم التعاقد مع إمام عاشور مثلا، رضا سليم الراجل كان طالب حد في هذا المكان جابوا رضا سليم من المغرب. الناس بتنظر او الناس بتتكلم، كل جمهور الاهلي دلوقتي بيتكلم ان احنا عايزين راس حربه، فالنادي الاهلي قد يكون بينظر في راس حربه خلال الايام القادمه. من وجهه نظرك مستوى امام عاشور ورضا سليم مع النادي الاهلي بقى خلال الفتره اللي جايه هيبقى عامل ازاي؟ يعني هيعرفوا ينسجموا بسرعه يخشوا مع الفرقه؟ الاثنين لعيبه جامدين جدا، لكن هل هيعرفوا ينسجموا بسرعه يخشوا مع الفرقه بشكل جيد؟ هو ده الموضوع المهم طبعا اللي بيفرق وبيميز اللعيب، ثقافه اللعيب. اللعيب لو ثقافته محدوده لا يتعايش مع اي حد، لا يتعايش مع اي مجتمع، لا يتعايش مع اي فرقه. هي ثقافه اللعيب مهمه جدا جدا جدا، اللعيب المثقف هيتعايش. وطبعا انا ما يعني مش قريب من امام عشان اعرف اقدر اقول لك الموضوع دوت او رضا سليم، انما عندي ثقه طبعا في مستر كولر. طالما وافق يبقى هو وجهه نظره شايف ان هو في الـ 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 العنصرين دول ان هم يقدروا يتعايشوا امام ورضا سليم. يعني موضوع راس الحربه والنادي الاهلي عايز راس حربه. انا برضو خلينا نتكلم بصراحه، انا لا اعترف باي مفاوضات ولا اي حاجه لانه احنا هنا في قناه رسميه للنادي الاهلي، وبالتالي طبعا لما تطلع تتكلم لازم تتكلم عندما تنتهي الصفقه تماما، عشان الناس كلها عماله تقول لي اصل في حمدي ابو راضي المهاجم المنتظر، فانت مش تطلعش تتكلم على مثل هذه الامور اللي انا يمكن اتكلمت في بدايه كلامي وقلت يا جماعه انا لن، مش انا قناه الاهلي ده سياستنا او سياسه النادي الاهلي مزبوط. ان هو لا نتكلم في اي شيء الا عندما تنتهي. وضربت مثل بواحد لاعب اسمه يعقوب ولاعب كويس كان موجود السنه اللي فاتت ولم ينجح في الكشف الطبي، الطبي وفي الاخر الناس كلها اكدت واليوتيوبرز طلعوا قالوا ده احسن واحسن مهاجم ومهاجم جامد جدا ودخل النادي الاهلي وكمل في النادي الاهلي، هو الحقيقه ما حصلش. فعشان كده انا بقول دايما خلينا ننتظر الاعلان الرسمي يا جماعه، حتى لو
لو يعني لغايه لما يتم الاعلان الرسمي انا بالنسبه لي لا يكون هناك صفقه. انا معاك في النقطه دي طبعا، انا ما بتكلمش على شخص معين كذا، دي الا لما يكون النادي الاهلي وده بيتي، يعني مش اقرا خبر مزيف ويتقال. لا لازم. قد يكون خبر صحيح ولكن خلينا نطمن لما يتم لما يتم، انما احنا بنتكلم اللي عامه اللي الناس بتقوله النادي الاهلي محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. يا جماعه النادي الاهلي بيحتاج وبيجيب اللعيب اللي هو محتاجه فعلا، مش هي الموضوع مش كم صفقات. انا كنادي اهلي اجيب اكتر صفقه من الانديه في الدوري، فالموضوع مش كده خالص يعني. طيب برضو يعني من هذه الجهة، كيف يستطيع النادي الأهلي أن يحافظ على هذا الموسم التاريخي والموسم الاستثنائي في الفوز بهذا الكم الكبير من البطولات اللي هم الخمس بطولات؟ طبعا البطولات كثيرة، كل بطولة لازم الدوافع تتجدد، لأن أي ماتش وأي لازم يبقى فيه دوافع. طبعا دي مسؤولية مستر كولر، وأكيد هو مش جهاز الفني كامل الحقيقة، جهاز الفني وتجديد الدوافع، لأن برضو يمكن في عيب موجود في المصريين عامة، مش النادي الأهلي، المصريين عامة، إن احنا بنكتفي. مفروض كجهاز فني طبعا في دوافع، تجدد الدوافع للاعبين للفوز بالبطولات دايما. الكفايه دي مفيش لعيب كوره يعني بيقول كفايه. كفايه دي مع نهايه الموسم، ما يعني ما خلص اللي عندي كله. فتجديد الدوافع طبعا مهم جدا. وانا شايف ان الجهاز الفني مش هيغفل عنه حاجه زي كده يعني. طيب لو كنت حضرتك في مكان الجهاز الفني هتقول لهم ايه في بدايه فتره الاعداد او بعد انتهاء فتره الاعداد وبدايه هذا الموسم بهذه البطوله؟ اللي هي بطوله السوبر يعني. طبعا اول شيء الكلام اللي لازم يتقال ويوصل للعيبه، انتوا وصلتوا للنقطه دي والتجهيز دوت بمساعده من النادي الاهلي كمجلس اداره، والتاني رقم اتنين جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي ده موضوع يعني نحط تحتيه خطوط كتيره. صحيح. انت يعني يمكن انا قريب في الشارع كتير والناس بتتكلم معايا كاني لسه لعيب بلعب. بيقولوا لك ايه يا كابتن برضو؟ يعني احنا يعني عايزين نكسب، احنا مش عارف احنا ليه مكسلين، ليه البطوله دي بتاعتنا، احنا واحنا 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 يعني بحرقه قلب وكأن هو ده الفرق الحقيقي ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. فمعنى يعني انا عايز اوصل ان جماهير النادي الاهلي دي ده موضوع صعب جدا، صعب جدا ان انا اغزلهم، صعب جدا ان انا ازعلهم. انت ما تعرفش مدى الزعل. يعني هقول لك يعني مثلا يعني انا ولادي بنتي وابني في اتنين متعصبين، مش متعصبين يعني بيحبوا النادي الاهلي قوي، لما بيقولوني هادي هو انت هادي يا بابا ليه؟ مش يعني ما هي دي جماهير النادي الاهلي. فانا عايز اوصل ان يا جماعه الجماهير بره انتوا ما تعرفوش. طب انت كنت بتبقى هادي ليه يا كابتن؟ هم متنرفزين وحالك هادي ليه؟ انا طبيعتي هادي يعني كده يعني. طبعا انا الجماهير لا تتخيلوا الفرحه اللي بيبقوا فيها في المكسب. انتوا انتوا لما لو نزلتوا الشارع تشوفوا يعني مش عارفه اوصفها ازاي واقولها ازاي. انما الموضوع كبير جدا جدا جدا. المكسب واداء النادي الاهلي، الجماهير انت لا تتخيل، والله لا تتخيل الناس بتبقى عامله ازاي. طبعا مين الاقرب ان شاء الله للفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك، النادي الاهلي ولا الاتحاد العاصمي؟ النادي الاهلي. انا قلت في الاول ان انا عندي ثقه واحساسي ما بيخيبش فنيا يا كابتن. يعني فنيا ويمكن ايه ربانين شويه، ما يعني مش هقول انا منجم ولا بتاع، هو احساس كده. عندك احساس كده. البطوله التاسعه باذن الله ان شاء الله. الفريق الجزائر او عموما بشكل عام يعني الفرق الجزائريه معروفه ان هي بتلعب بقوه بقوه وبتلعب على
الكرات المرتدة وعلى الكرات العرضية من فاولات أو من الكورنرز أو بتاع، هل من الممكن أن نرى تغيير في طريقة لعب اتحاد العاصمة؟ ولا هو ده الطريقة وهي ده الأسلوب وهو ده اللي هيفضل ماشي؟ ما أعتقدش. هو يعني اللي أنا شايفه أنه هو هيعمله أنه هو هيأمن دفاعاته يمكن في أول نص ساعة، لأنه عارف قوة النادي الأهلي وعارف قوة الجهاز اللي موجود ومدى تشبعهم أو تمسكهم بالفوز والبطولة. نعم أكيد إنه يعني هيلعب نص أول نص ساعة هيكون مقفل الجيم شوية وبعد يعني نص ساعة أو ممكن يكون قبل نص ساعة يحصل تهور من الفريق الجزائري، وان هو يفتح الملعب في يعني هجمه بتيجي معاه كده ويفتح الملعب ما يقدرش يلم نفسه تاني. هي دي اللي تكسبنا ان شاء الله يعني باذن الله. اعتقد ان ان شاء الله يعني لو ربنا اراد الهدف بدري يحل حاجات كتير، يلخبط الفرق الاخر. انا ما بحبش الاهداف البدري في البطولات دي. ما بتحبش؟ لا. ما بتحبش؟ لا. غريب. ليه؟ الهدف ممكن يجي بدري، ممكن نشوه الهدف تهدي الاداء وتهدي الدوافع وترمي شويه دوافع من عندي كده في الارض. انما طول ما انا لسه فيه انا في الملعب ما فيش والدوافع موجوده وبعدين بتزيد. كل ما بتزيد الفولت بيعلى، التوقيت اللي متاخر يعني انا بالنسبه لي بس انا ممكن اجيب جون بدري واجيب الثاني وخلص الماتش من بدري وخلاص. هي دي مش في اللي جاي، انا بتكلم بشكل عام يعني. احنا هي دي برضو مشكله موجوده يعني. انا وقت الفرحه بتاعنا كمصريين بنفرح وقت طويل، مع ان في الكوره بيقول لك ايه، الاوقات في اوقات ذهبيه انك انت تجيب فيها الاجوان او تتعادل، وقت السنتره، وقت ما جه في الجون، وقت ما انت جبت جول، هي دي اوقات ذهبيه. انما احنا ايه، لما لو جبنا جون بناخد وقت طويل شوية، فالوقت الطويل دوت ممكن يدخل فيك جون، فالجون اللي دخل فيك دوت بيقلل من العزيمة شوية. كابتن أخيرا لو حابب توجه أي رسالة لمجلس إدارة، جهاز لاعبين، جمهور طبعا قبل أي حد. أنا أول حاجة طبعا أشكر مجلس الإدارة شكر كبير جدا حقيقي. جدا جدا للدعم اللي هم مقدمينه للفريق. النقطة الثانية كل الدعم وكل الثقة العمياء للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. كلمة الجماهير النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة هتفرحوا فرحة كبيرة بإذن الله. يا رب دايما نفرح ونتبسط ونتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي وإحنا فرحانين وإحنا مبسوطين، وإن شاء الله يكون طاقم العمل متواجد مع فريق النادي الأهلي في المباراة، وإن شاء الله يا رب دايما يكون مكسب. أنا بشكرك جدا يا كابتن حمدي، وبستمتع الحقيقة بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك، وإن شاء الله نكسب ونفرح كلنا يوم الجمعة بإذن الله. وأنا سعادتي كبيرة جدا وجودي معك. ربنا، ده شرف ليا يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي. هنطلع فاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك كابتن اسلام. اخبارك ايه؟ الله يخليك الاستاذ محمود. كابتن اسلام شغل عالي جدا. استاذ عبد الحكيم تعرفه؟ حبيبك. انا لو اعرف انه موجود حبيبك. ماشي. ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك كابتني؟ الف مبروك على الشكل الجديد. بس يعني عايز الشكل الجديد ده، انا بقالي شهر. ما انا اول مره اجي من ساعتها. صحيح، انت بقالك اول مره. بس يا رب الحلقه تعدي، عشان اخر حلقه كانت مش لطيفه. انت ومحمود بتتخانقوا على الهوا. على طول. ينفع الكلام ده؟ كل شويه حد يكلمني يقول لي هو محمود شوقي وعبد الحكيم ابو علم بيتخانقوا مع بعض. زعلانين من بعض. زعلانين من بعض. يا جماعه والله لا، كل واحد بيقول وجهه نظره. احنا اصل الناس متخيله، او بعض الناس بتبقى متخيله، ان احنا داخلين متفقين كل واحد هيعمل ايه او هيتكلم في ايه، وده ما بيحصلش. انت ممكن تقول وجهه نظر تختلف فيها مع الاستاذ محمود. الحقيقه ممكن انا اختلف مع حضرتك. الحقيقه كابتن اسلام، والامانه حضرتك مثلا من ضمن الناس اللي من اكثر الناس اللي ما بتقولش لحد مثلا هنتفق او هنتكلم او هنعمل. حضرتك بتسيب كل واحد يقول وجهه نظره. ممكن نختلف، بس خلاف يعني زي المره اللي عدت كان خلاف. صحيح. موضوعي، خلاف محترم. في الاول والاخر طلعنا في نقاش على الانديه الشعبيه، كل واحد قال وجهه نظره. ما هو دلوقتي كان الاستاذ عبد الحكيم ابو علم استاذ محمود بيكلمني بيقول لي ايه، بيقول لي يعني ايه موضوع المهاجم. قلت له حبيبي انت قول اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي أنا لا أعرف شيء عن هذا الأمر إلا عندما يعلن النادي الأهلي عن هذا الأمر. صحيح. لو النادي الأهلي لم يعلن أنا لا أعرف شيء. هتقول لي مفاوضات، هقول لك
قد يكون هناك مفاوضات وقد اكون عارفها ولكن بره الاستوديو. صحيح. هو الاستوديو بقناة رسمية. لا اعلم شيء. فاهم؟ مظبوط. عشان كده انا بقول لك هذا الامر، لكن بالنسبه لي حتى لو كل برامج مصر بتتكلم في هذا الموضوع انا مش اسلام. قناه النادي الاهلي لا تستطيع، وانا قلت الكلام ده مليون مره قبل كده، ويمكن يعني البعض كاتب لي يقول لي يا عم اسلام يعني ده مصر كلها بتتكلم، مصر كلها تتكلم، لكن قناه النادي الاهلي لا تستطيع ان ولا ايه رايك يا استاذ محمود؟ لما النادي الاهلي يعلن رسميا ان موديست اصبح لاعبا في النادي الاهلي فقناه الاهلي هتعلن ذلك على الفور. اذا لم يحدث ذلك خلاص الموضوع كان لم يكن، كانه لم يكن بالضبط. لكن دي قناه رسميه ولازم نحترم ده في القنوات الرسميه للانديه والهيئات، انه الخبر الرسمي هو اللي بيطلع من خلال القنوات الشرعيه الرسميه. صحيح. الناس كلها فعلا عارفه ان في مفاوضات، الناس كلها عارفه ان الاهلي بيسعى نحو ضم مهاجم جديد، الناس كلها متفقه حول فكره ان الاهلي يحتاج الى مهاجم جديد، الناس كلها مقتنعه بفكره ان الاهلي قدامه منافسات شرسه في الموسم الجديد. صحيح حقق موسم تاريخي في الموسم الماضي بخماسيه مبهره استثنائي. يعني انا كنت دايما اقول ان احنا اتمنى ان احنا نعمل كل سنه الحفله الاستثنائي اللي احنا كنا فيها اخر مره، حفله الابطال والبطل الاستثنائي فعلا. صحيح. في كل الالعاب. لكن لو اتكلمنا على الكوره باعتبارها اللعبه الشعبيه الاولى وستظل اللعبه الشعبيه الاولى، فانت امام موسم تاريخي خماسي مبهر حقيقي. انت عندك موسم اخر في منافسات اكبر بانضمام بطوله جديده اللي هي دوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي كما يسمى، يعني دي منافسه بتضم 8 انديه كبار في القاره الافريقيه. الاهلي اكيد بيسعى لحصد اللقب اول نسخه، والاهلي اعتاد دايما انه يكون في المقدمه يكتب اسمه بحروف من ذهب كبطل اول نسخه في الدوري الافريقي. دي بتديك حمل كبير وحمل اكبر حقيقي وتحدي مختلف لكولر وجهازه والاداره والنادي. علشان كده بنكرر نفس الكلام، انه الكل كان عنده قناعه انه لابد من التدعيم. الاهلي دعم صفوفه بامام عاشور لاعب وسط ممتاز من الناحيه الفنيه والبدنيه، رضا سليم افضل لاعب في الدوري المغربي، واحد من اهم المواهب في الوطن العربي، بيضم مهاجم جديد ان شاء الله تنتهي الصفقه على خير او النادي الاهلي يعلن رسميا عن حسم الصفقه. ده كله بياكد لك ان الاهلي بيسير على الطريق الصحيح نحو تكرار موسم استثناء ان شاء الله يكون. نتمنى ان يحدث. استاذ عبد الحكيم في هذا الامر تحديدا انا بدات افهم، او يعني كل جمهور النادي الاهلي بدانا نفكر بهذا الشكل، ان الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. بمعنى ان انا خرج من عندي حمدي فتحي فجبت امام عاشور، خرج من عندي لاعبين اخرين فجبت مكانهم رضا سليم يستطيع ان يلعب في كذا مكان، هناك تفكير او احتماليه في ان يكون هناك بعد خروج محمد شريف وبعد خروج رجع مثلا صلاح محسن، ما هو نعتبر ان صلاح محسن وكريم ندفت. نعم صلاح محسن وكريم ندفت في وسط الملعب. انا بتكلم على وكريم ندفت في وسط الملعب، وبالتالي الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. النادي الاهلي زي ما احنا كنا اتكلمنا اكتر من مره هنا يا كابتن اسلام بيدار بنظام مؤسسي. القصه مش قصه ان انا اجيب مثلا 10 12 لاعب وارصهم قدامي واقول انا كده عامل موسم ماركاتو، طب ماشي والناتج الفعلي ايه؟ القصه بتبقى في النادي الاهلي نظام مدير فني بيطلب احتياجاته في اداره سكاوتنج بتشتغل على مدى الموسم، بترشح طبقا للمراكز اللي عايزها المدرب وطبقا للاستراتيجيه اللي بتقعد بيجتمعوا بيحددوا المراكز، انت عايز كم مركز، انت مشكلتك في كم مركز. مارسيل كولر ما كانش محدد مثلا لاعب خط وسط، كان هيكتفي بعوده كارم ندفيد. لما جت فرصه كويسه لحمدي فتحي والاهلي تقديرا للاعب وبشكل معين اللاعب خرج بنظام البيع النهائي للوكر القطري، كان لازم ان انت تشتغل هنا على المركز بتاع حمدي فتحي. كارم ندفيد كان مقرر عودته باي شكل، فبالتالي انت ابتديت تبص لمين افضل المتاح رتبت اللي عندك، جبت امام عاشور. هكذا تدار الصفقات في النادي الاهلي بالشكل ده، ان انت محتاج مش بقى قصه اصل احنا كنا بنعمل كوبري، اصل احنا قصه من مش عارف مين، اصل احنا على راي المهندس حضرتك هقول لك في كوبري ب 3 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار، ده يعني اكبر كوبري في العالم. فالصفقات بالنادي الاهلي بتدور بس الشكل، انت مشي من عندك في مركز المهاجم حسام حسن، مشي من عندك شادي حسين، طلع محمد شربع نهائي، فبالتالي بتشتغل حاليا على مركز المهاجم. وما ينفعش نقول ان احنا خلصت الا لما النادي الاهلي يعلن على صفحاته ومنصاته الرسميه واداره النادي الاهلي تعلن عن اتمام صفقه المهاجم. فالنادي الاهلي بيشتغل بنظام النواقص اللي عندك ايه ودعمها. صحيح. المراكز اللي انت محتاجها عشان هتلعب 7 بطولات السنه اللي جايه او 8 او 6 بطولات و60 مباراه، محتاج العدد ده، محتاج الشكل ده، يكون عندك عنصرين او 3. ولا ننسى يا كابتن اسلام
الناس ممكن تزعل مننا بس صلاح محسن يعتبر صفقه جديده، خرج خد فرصه اعاره شارك وادى بشكل كويس، كريم ميدفيد اعاره سنتين شارك وادى بشكل كويس جدا لما رجع، كمان اكرم توفيق، اكرم توفيق عنصر مهم جدا جدا جدا. صحيح. عودته من الرباط الصليبي اضافه رائعه، نتمنى استمرار كريم فؤاد نفس الموضوع، نتمنى استمرار السلامه ليهم دول. لا عناصر، لا في اتنين انت كمان ناسيهم، معتز وزعلوك. معتز محمد وزعلوك. لا وعلى فكره لو حضرتك هتدخل في السكه دي عندك احمد خالد كباك اللي تم تصعيده مؤخرا، ما هو برضه على رادار التصعيد للفريق الاول، عندك كذا لاعب فريق 2005 وفريق 2005 مليان مواهب، وفريق 2003 الناس اللي كانت بتنتقد في وقت سابق قطاع الناشئين في النادي الاهلي، دلوقتي قطاع الناشئين الناس بتتكلم عنه ايه لما بنذيع الماتشات هنا في القناه، الماتشات بتاعت الناشئين الناس دلوقتي بتقول لك يا سلام 2005 و2003 الحمد لله 8 و4 قطاع الناشئين مليء. طب ما هو ده القطاع الناس كانت بتتكلم عليه، يعني صحيح في كل اللاعبين او كل اللي موجودين في سواء في 2003 او 2005 ممكن جدا تلاقيهم في مصطفى في مخلوف فريق اول، رافت خليل فريق اول، عندك حمزه علاء فريق اول، عندك مصطفى مخلوف فريق اول، مصطفى شبير قبلهم كان بسنه فريق اول، عندك لعيبه، عندك كريم الدبيس فريق اول، عندك احمد نبيل كوكا فريق اول، عندك محمد زعلوك فريق اول، ادي مثلا عندك معتز محمد فريق اول، معتز محمد فريق اول، عندك احمد عبدين من المرشحين للفريق الاول، عندك عمر سيد معوض، عمر سيد معوض من الفريق المرشحين، احمد خالد كباكا مرشح، محمد رأفت المهاجم اللي جاب ثلاث اهداف، عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح تاح، وعندك التوأم حسام وابراهيم عادل اللي فريق 2005، كل دي عناصر. بص القاعده قد ايه اللي قدامك، كمان عندك فريق 2003 كذا عنصر النهارده ناس تألقت زي ميدو نبيل، زي اكتر من لاعب موجودين في فريق 2003 برضه ممكن ياخدوا فرص ويكون لهم دور، بجانب اللعيبه اللي خرجت على سبيل الاعاره زي محمد اشرف اللي راح زد، ما ننساوش زي حمدي ياسر اللي تم اعارته للداخليه، لكن الاعارات دي كانت سبب رئيسي في عوده مثلا اكرم توفيق للنادي الاهلي في شكله او في ثوبه الجديد. كمان محمد المغربي موجود اعاره في سموحه، عندك عبد الله بوستانجي مولد 2005 اعرف اسمه، بص كم لاعب، كم لاعب هنتكلم فيهم في 2005 و2003 ما يقارب 16 او 17 لاعب، دول كلهم مؤهلين انهم يكونوا موجودين فيه. ذخيره كبيره جدا. كان الفريق الاول حكيم الاعراض دي حقيقه يا كابتن اسلام مردود مالي مهم، مالي جدا، مالي مهم، برافو عليك. ناس كتير ما توقفش قدام النقطه دي انه فكره التسويق مش فكره ان اللاعب يطلع برضه يجيب، ما اعرفش هل من مسموح لينا ان احنا لا بدون ارقام يعني يعني انا كنت لسه عايز اتكلم بالعكس ليه، يعني انا وجهه نظري ان احنا لما نيجي نطلع نتكلم في ارقام ما نطلع نتكلم، هو لا ما هي الاعاره دي يا جماعه جزء من الاجزاء الاقتصاديه اللي بيستفيد منها النادي من الناحيه الاقتصاديه. صحيح. الناحيه الفنيه الاول، النادي الاهلي دائما ينظر للنواحي الفنيه، ولكن الناحيه الفنيه مزبوط. لكن ايضا كناحيه اقتصاديه، ما انا بصرف قد ايه، انا بصرف ملايين طبعا. ومليارات على الانديه وعلى قطاعات الناشئين في الانديه والفريق الاول. لا بصراحه الملف ده اتعمل السنه دي بشكل مميز، اعتقد اتعمل بشكل جيد، رائع، حقق ملايين كتير جدا، الاعارات رقم محترم جدا جدا جدا، التعاون كان مع بعض الانديه كان تعاون مثمر وواضح، في مردود مالي، في مردود فني هيحصل زي ما حصل مع لاعبين اخرين زي صلاح محسن مثلا لما طلع ورجع. انت عارف يا محمود لو وعبد الحكيم لو اتكلمنا في الامر ده، انت عارف ان هو بيوفر يعني ممكن تطلع اعارات تجيب لك فلوس، ولكن انت لما تطلع ناشئ يعني انت فاكر لو 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 واحد زي عماد متعب وطلع بقى راس حربه هتوفر فلوس قد ايه في راس حربه؟ صحيح، فاهم قصدي؟ انت موفر ارقام كبيره جدا. واحد زي مثلا حسام عاشور لما طلع من الناشئين في وسط الملعب قعد كام سنه يلعب؟ 20 سنة 13 سنة يعني فريق أول 13 سنة فريق أول بالظبط كده. فوفر قد إيه في هذا المكان؟ صحيح. واحد زي مصطفى شوبير وجوده في هذا المكان، واحد زي كل بقى أنا مش عايز بس عشان ما انساش حد، هو معتز محمد ومحمد عبد المنعم دلوقتي يا كابتن اسلام، دول مثلا محمد عبد المنعم، صحيح محمد عبد المنعم، معتز محمد ومحمد عبد المنعم دول مثلا في المركز، عندك مثلا المركز ده مثلا خط الدفاع، خط الدفاع الناس تقول لك انا مش بتكلم في اي حاجه، الناس مثلا ما تيجي تقول لك الاهلي محتاج مدافع ممكن تكون وجهه نظر المدرب، بس تعال بص حط ورقه وقلم وقول انت عندك في المركز ده كام واحد وسنهم قد ايه، وركز في جمله سنهم قد ايه يا كابتن. صحيح. عبد الله بوستنجي مواليد 2005 معار، ومحمد مغربي مواليد 2001 معار، يرجعوا لك في اي وقت من سموحه يكونوا جاهزين يلعبوا اساسي. الخط الدفاع اللي موجود عندك معتز محمد مواليد 2005، محمد عبد المنعم على ما اعتقد مواليد 99 او 98 مش متذكر التاريخ بالظبط، ادي شوف عندك كده اربعه، كام واحد عندك تحت في اللي عندك احمد عبدين، عندك في لاعب تاني على ما اعتقد عندك عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن رشدان عندك حمدي ياسر، عندك كمان ابراهيم عبد الحكيم، اسماء كلها كل كبيرة. المجموعه دي تنفع تلعب كل دي، السن بتاعهم كام؟ 2005 2003 2004 2003 2002، تخيل بقى قدامهم كام سنه يدوا النادي الاهلي. برافو عليك، ما هو ده
كام سنه طبعا انا لا النادي الاهلي لا ينظر للتوفير، ولكن انا بتكلم ان هو برضه هيوفر لك مبالغ ماليه. ما هو طبعا اللاعب ده هياخد فلوس، يعني هو لو بياخد دلوقتي 10 جنيه لما يكبر ويتعمل له عقد ويلعب في الفريق الاول هياخد مبلغ، ولكن مهما كان المبلغ اللي هياخده. بس انت كابتن دلوقتي اي نادي بتروح تكلمه دلوقتي على اي لاعب مع كامل الاحترام لكل الانديه، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك ايه؟ 30 مليون جنيه. في لاعب ناشئ، في لاعب ناشئ مواليد 2002 الاهلي راح يكلمه كمدافع، انا مش هذكر اسماء، قال لهم كام؟ 25 مليون جنيه. ماشي، واحنا ده هيرجعنا النقطه اللي بنتكلم فيها كل مره والناس بتزعل مننا. استثمار الفنكوش المنتشر بقاله فتره اللي ما حققش للرياضه المصريه قطاعات الناشئين والحاجات دي، ولا اللي هي ايه؟ انه انديه طلعت في السوق وفي الوسط الرياضي لم تحقق شيء للرياضه المصريه سوى حاجه واحده بس، رفعت اسعار اللاعبين. يعني في انديه الناس كلها عارفاها حتى من غير ما نذكر اسماء، الناس كلها عارفاها في البيوت، هيرددوا اسمائها واحنا قاعدين دلوقتي. انديه لم تضع طوبه واحده في ملعب، في مدرج، في نجيله، ما عملوش ملعب نجيل صناعي حتى. حلو بالك الموضوع ده فعلا. ما حققوش اي شيء. اصل خلي بالك يا كابتن اسامه، ما هو الاستثمار الرياضي؟ استثمار الرياضي فرع زي التجمع، فرع زي بالظبط، ان انت تعمل بنيه تحتيه في المقام الاول صحيح، ثم بنيه رياضيه صحيح، او دور رياضي صحيح، ودور اجتماعي ودور تربوي. انديه الاستثمار الحمد لله ما شاء الله حاجه جميله جدا، ما فيش اي دور مجتمعي، ما فيش اي دور اجتماعي، ما فيش اي دور رياضي، ما فيش بنيه تحتيه اتبنت. انا كنت اتمنى يا كابتن اسلام انه لما احنا ننادي بالاستثمار الرياضي، ان احنا نطالب من الانديه اللي تطلع على السوق وفي الساحه انها تبني استاد، تبني اوضه لبس، حتى تبني ملعب، تنزل المحافظات تبني صحيح، تعمل ملاعب. على فكره انا هنا وانا لا اتكلم عن نادي بعينه، ومحمود نفس الكلام او عبد الحكيم نفس الكلام، احنا هنا زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى عندنا كل اسبوع قضيه بنناقش فيها مثل هذه الامور. اعتقد ان احنا يجب ان نضع هذا الامر، وده ضروري. انا بقول لاصدقائي وزملائي في الاعداد ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم في هذا الامر ونعمله قضيه بقى، ونجيب حد من الانديه الاستثماريه اللي احنا بنسمع عنها، نجيب حد نسمع برضو. انا دايما في مثل هذه الاوقات بجيب كل الاراء. انا قلتها وقررها مع حضرتك، انا مستعد لمناظره مع اي مسؤول ومع اي شخص مناصر لفكره الاستثمار الرياضي في مصر بالطريقه اللي بتتعمل دلوقتي. انا مستعد للمناظره دي لسبب بسيط جدا. انت ما تعرفش الارقام يا محمود برضو، ما هو اصل خلي بالك في الاخر ممكن طبعًا يجي يقول لك انت ما تعرفش ارقام، انت بتتكلم في ارقام. لا اعرف ارقام طبعا، اعرف ارقام مرعبه. اوكي، اعرف نادي صرف 350 مليون جنيه في عقود اللعيبه السنه اللي فاتت لم يحقق اي شيء. اعرف انديه يعني عندك ورق بالكلام ده ولا هو طبعا اوكي. اعرف انديه بتصرف مكافئات الماتشات بس بارقام خياليه لم تحقق شيء للرياضة المصرية. أعرف أندية بتبيع الوهم للناس ومفيش أي تأثير ليها في المنتخبات المصرية. بمعنى لما تيجي تكلمني عن نادي زي النادي الأهلي أو الأندية الكبيرة العريقة في مصر، لها تأثير في المنتخبات صحيح، في الكورة وفي الهاندبول وفي الفولي وفي الباسكت وغيره 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 وغيره، في كل الألعاب. أندية الاستثمار الرياضي المنتشرة دلوقتي اللي بتظهر دلوقتي أنا معترض عليها لسبب بسيط جدا، ان ملهاش اي تاثير في المنتخبات المصريه. معلش، هي مره تانية برضو، هو محمود هنا لا يقصد نادي بعينه، او هو بيتكلم هنا انديه الاستثمار اللي بتظهر وبتبيع الوهم. على فكره انا بقول كده لتقويم الامر، بمعنى وليس ضد احد. أيوة، انا عاوزهم يبقوا مؤثرين في المجتمع. ما شفتش نادي فيهم يا كابتن اسلام عمل فرع زي التجمع الخامس مثلا، فرع الالف التجمع. انا نفسي الانديه دي بقى لها دور في البنيه التحتيه، تعمل انديه اجتماعيه زي ما هو قعدوا. هضيف كلمه عليك واسيب لك كلمه. هو يا كابتن اسلام، الصالات المغطاه اللي في النادي الاهلي في الجزيره مش ممكن يجي المنتخبات دي تتمرن عليها وتلعب عليها ماتشات؟ ممكن، ومش بيحصل. تمام، هو بيحصل. الصالات اللي اتعملت في فرع الشيخ زايد الجديده، جمباز وحاجات زي كده، مش ممكن تتلعب عليها بطولات؟ يلعب. طيب، ما هو ده المفروض الاستثمار اللي انت بتتكلم عليه، ده اللي محمود يقصده. مظبوط. ايوه، لا انا فاهم في دي، انا فاهم في النقطه دي. انت تضيف للبنيه التحتيه في مصر ما يؤهلك انك تكون لما تيجي تلعب بطوله افريقيا مثلا للجمباز، وتيجي مثلا استاد القاهره في صيانه مثلا، تقول ان اروح العب في النادي الاهلي يستضيف البطوله ما يستضيفهاش. عندك مجمع عالمي. عارف لو حصل ده يا كابتن اسلام، كلنا هنضرب تعظيم سلام للانديه الجديده والاستثماريه. صحيح، كلنا. ليه؟ هيبقى في فرحه بوجودهم، مش زعل من وجودهم. الزعل من وجودهم ليه؟ لان انت بترفع قيمه اللاعب بدون ان تكون هذه هي القيمه الحقيقيه، بغض النظر عن احنا ما بنتكلمش على حد. هذا الامر وهذا الملف هيوديك لملف اخطر. وانا اتكلمت فيه قبل كده،
ومن المنبر بتاع حضرتك المحترم ده لازم يتم فتح هذا الملف. الناس اللي بتطالب النادي الاهلي بالحصد كل البطولات وعدم التفريط في نقطه واحده وغيره من الانديه، لازم هو بيطالبوا بده يبصوا على حاجه اهم اللي اسمها اللعب المالي النظيف. يا سيدي ما تاني طبعا انا قلت الموضوع ده في بدايه الموسم اللي هو هنا والدنيا قامت وما عادتش. قال يا كابتن ايه هو اللعب المالي النظيف؟ المدخلات والمخرجات. طيب النادي الاهلي اللي داخل قد اللي طالع، لا ده كمان ممكن يا عم اديهم فائت 20% مثلا، بص اكتر من كده يعني خسر 20% لمن لا يعلم. حبيبي انت هنا انت لا تطبق موضوع التراخيص، انت عندك والله انا لا اتكلم عن احد ولكن انا بتكلم عن وضع في كره القدم المصريه، ان هناك انديه بتايد لعبتها وهي عليها ملايين كتيره جدا عشان تدفع وبتايد لعبتها. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ لا بص ده خد الاكتر، خد الاكتر. طب فتقول لي لعب المالي النظيف نقطتين اثنين يا كابتن اسلام، نقطتين اثنين. النقطه الاولانيه انه النادي الاهلي وزيه من الانديه الحكوميه المصريه بتخضع للجهاز المركزي المحاسبات رقابه الجهاز، وفي حاجه اسمها الميزانيه السنويه الاهلي بيعدها وبيطرحها على الجمعيه، على الاقل بتخضع للمراقبه، مراقبه وتفتيش. تمام، الانديه الاستثماريه ما تحصلش معاها كده، ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم، وانا بطالب بقى انا ما عنديش فكره الحقيقه في النقطه دي، لا يعني لا ما بيخضعوش يا كابتن، لا يا جماعه كذا محاسبات، حاجه خاصه، دي حاجه خاصه بيه. يعني هو هيجي يفتش عليه ازاي؟ الحاجه الثانيه اي عقد في النادي الاهلي لاي لاعب بيبقى عقد كامل بفلوس كامله يخضع للضريبه طبعا حكومه، طبعا خد بال حضرتك، الانديه الاستثماريه انا بطالب اتحاد الكوره بالكشف او الاعلان عن خضوع كل عقود اللعيبه في الانديه الاستثماريه الخاصه للضريبه كامله، بمعنى اللي عاده 20 مليون يكون متسجل في العاد 20 مليون. لا لا استنى استنى، واللي عاده 60 مليون يكون مكتوب في العاد 60 مليون. محتاج افهم اكتر، معلش فهمني انا في طب في, في, يعني في بعض النجوم ممكن تنسى، في بعض النجوم في بعض الانديه عقودهم مخطيه 50 مليون مثلا، حلو في السنه، حلو اللي موجود في العاد اللي راح اتحاد الكوره كام؟ كام يا اقل من كده بكتير. طب وبتتحسب ازاي؟ بياخد فلوسه ازاي؟ بياخد فلوسه بره العاد حاجتين، بره بيبعد إيه بيبعد عن الضرايب، فين ضريبه الدوله؟ بيبعد عن الضرايب. النقطه الثانيه النسبه، يا جماعه ده كلام خطير جدا. طبعا نسبه رسوم القيد يعني هل حد عنده في، انا برضه هنا يا كابتن لازم انا بقول لحضرتك اهو يا كابتن اسلام، لو في حد عنده الجرأه في الجهات المسؤوله عن الرياضه في مصر يطلع يقول لنا لا انتوا اتحاد الكوره تقصد اتحاد الكوره هنا غلط يعني. او وزاره الرياضه حتى انتوا كلامكم غلط يا جماعه، كل العقود عقود سليمه ومكتمله وتخضع للضريبه. هو محمود بيقصد حق الدولة، محمود بيقصد ان ممكن تلاقي الدولة لاعب نجم كبير جدا المفروض عقده، انت عارف نماذج طبعا ما معروف تمام كلنا كلنا عارفين ان ممكن تلاقي لاعب عقده مثلا بطبيعه الحال في ظل الارقام المدرجه والمعلنه حاليا ما يقلش عن 20 25 مليون جنيه، لما تشوف عقده المسجل 6 مليون جنيه، 3 و6 ازاي يعني 6 مليون جنيه؟ طب هو بيتعمل كده ليه؟ طب اشمعنى في الاهلي العادي بيتعمل اللي ب 10 مليون في العادي ب 10 مليون؟ اشمعنى؟ واللي عايز زياده بيعمل اعلانات. اشمعنى؟ والاعلانات بياخدوا عليها ضرايب برضه. بياخدوا عليها ضريبه. صحيح. كل ده كمان يا كابتن الانديه الحكوميه تخضع للضريبه. صحيح. والا يا كابتن الجهاز الاداري لاي نادي يتحول للنيابه فورا. صح. خلي بالك الموضوع ما فيهوش هزار. الانديه الحكوميه. طبعا. طبعا. طبعا الموضوع ما فيهوش هزار خالص يعني. وياما شفت على فكره ده ملف صعب جدا وملف كبير جدا، ولكن يجب ان يكون معانا ورق لهذا الامر عشان احنا ما نطلعش نلقي التهم زي يعني. مش القاء تهم، لا 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 دي مش القاء تهم. أيوة. انا بقول لحضرتك اهو معلومات اللي فيها اصحابها، اوكي، اللي هم اتحاد الكوره ووزاره الرياضه هنا تقصد؟ طبعا. اوكي بس وزاره الرياضه مالها ومال العقود؟ هي بيجي لها العقود وحتى لو اتحاد الكوره الثاني هيقول لك المراقبه المراقبه الجهه الرقابيه الوحيده في مصر على الانديه الرياضيه يا استاذ محمود، معلش يا كابتن سامي، هي وزاره الرياضه تملك الرقابه على نادي استثماري؟ انا بقول هنا طبعا تملك نادي استثماري؟ لا نادي استثماري خاص في الضريبه، في الضريبه. هل الناس دي بتحط العقود المظبوطه في ورقها وبتخضع للضريبه المصريه؟ طب ودي هتثبتها ازاي؟ ما هي دي المشكله يعني، ما دي كيف تستطيع ان تثبت، او سؤال مباشر ماشي. كيف تستطيع ان تثبت انا يا عم باخد 100 مليون من بره وقدمت عقد 8 مليون جنيه هتسحب؟ لا هيطلعوا يقولوا لنا ان عقد فلان ده بمليون جنيه بس كده، احنا هنعرف اللي حصل. لا كلام يعني؟ لا اعرف حبيبي. ايوه ما هو انا في الاخر انا في الاخر يعني انا عشان ادفع ضريبه بدفع ضريبه على ورق. مظبوط. صح؟ مظبوط. الورقه اللي قدامي بتقول ان محمود شوقي بياخد 10 جنيه. لا ما ده هيكشف لك وجهه نظري. لا يعني انت هنا تكشف وجهه النظر فقط طبعا بدون اي دليل. طبعا اللي في تحايل على الامر. أوكي. هو انا ما اكشف. هو في حد في الشغال في المجال الرياضي وما يعرفش ان ده بيحصل؟ اذا كان بيحصل يعني عارف وغيرك اذا كان بيحصل
لكن احنا لا هو بيحصل احنا بنخاطب لا هو بيحصل طبعا هو بيحصل احنا بنخاطب انا ما عنديش فكره احنا هنا بنخاطب بس على فكره مش قصه ضريبه بس خد بالك ده برضو في نقطه مهمه جدا انت بتهرب من رسوم القيد رسوم القيد رسوم القيد ده رقم ضابط الضريبه ده بتهرب منه تمام عشان ما تدفعوش انت لما تاخد رسوم قيد على 6 مليون جنيه غير لما تاخد رسوم القيد على 40 مليون اللي في العقد طبعا طيب حضرتك سالت سؤال مهم جدا اتفضل السؤال اللي حضرتك سالته ده اجابته اللي احنا قلناه من 5 دقايق اللاعب المالي النظيف هو يا كابتن يوفنتوس هبط درجه ثانيه ازاي كده بسبب الحاجات دي وغيره وغيره ليه والسيتي توقف على القيد مره من 3 سنين من الانديه الاوروبيه طب بيحكموها ازاي يا كابتن مش الموضوع ورق ورق ما بيحكموهاش ورق بس ورق يا كابتن ازاي مش في انديه تسجل لهم مش في ورقه انديه تسجل لهم ايوه ده بس ده عايز بقى حد يبقى لا انا بقول لك في العموم في وقائع فساد بتحصل بتكشف عن الوجه الاخر للرياضه صحيح والله حتى اصل هو اللعب المالي النظيف هو واضح جدا ان انا مثلا عشان برضو الجمهور يبقى معانا وبمنتهى البساطه انا داخل لي السنه دي 10 جنيه اقدر اصرف في حدود ال 10 جنيه مظبوط يعني برضو ده حاجه بمنتهى البساطه مزبوط. يعني مش كده بالظبط لكن والله يا كابتن الموضوع معقد جدا والله يا استاذ محمود حتى لو طبقا للعقود اللي هي مش هنقول اللفظ مثلا انه معمول عقود غيرها برضو اللعب المال النظيف مش هينطبق على على على, على الناس اللي انا مقصودهم من الاخر مش هينطبق لان حتى لو الدخل كام عقود الرعايه عقود الاعلانات كام مش هتعدي مثلا 40 مليون خلاص انا هغض البصر عن اللعب المالي غير النظيف وهو طالب الناس دي ان هم بس يدونا بصمات في الرياضه المصريه يبنوا لنا ملاعب حلوه واستادات جميله وغرف لبس للعيال الصغيره ويعملوا قطاعات ناشئين محترمه ويساهموا في تطوير المنتخبات المصريه وهنغض النظر عن اي شيء لكن لا ده ولا ده اعتقد ان احنا بنضحك على انفسنا انا عندما كنت اتكلم مع احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عما يخص اللعب المالي النظيف يعني قال لي ما معناه انه من الصعب جدا 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 تطبيقه في مصر وفي افريقيا ليه لان اللي قبل اللعب المالي النظيف ان انت يكون يجب ان يكون عندك استاد خاص بيك يعني انت فاهم عشان الرخص وما عشان الرخص وما الى ذلك فهل هو ما بيتكلمش هنا بقى عن مصر لا بس هو كده قال معلومه مغلوطه اكمل بس هو هنا ما بيتكلمش عن مصر هو بيتكلم على افريقيا قال لي الدول الافريقيه الفقيره هل سيستطيع ما حدش يعرف يطبق عليها اللعبه من 16 17 نادي اللي موجودين او 16 18 نادي اللي موجودين فيها هل تستطيع الانديه 16 او 18 اللي موجوده في اي من الدول الافريقيه اللي بين قوسين من الناحيه الرياضيه هو هنا على فكره أقل؟ ده صديقك ده حظه وحش جدا اشمعنى لان هو بيتكلم الكلام ده في توقيت هو صديقي يعني هو مش بركات برضه عشان ما حدش المسؤول المسؤول ده حظه وحش كل ما اقول حاجه اقول لك ده اسلام والله ما بركات هو بركات حظه ما اعرفش في حظه وحش يا كابتن لانه قال الكلام ده في الوقت اللي الاتحاد الافريقي في موقف في مأزق بسبب بيترو اتلتيكو ليه بيترو اتلتيكو الاتحاد الانجولي اوقف بيترو اتلتيكو ليه بسبب شبهه فساد مالي بس هو اذا الدول بتطبق اهو وبتراقب اهو مش حقيقي ان افريقيا عجزة او في بعض الدول هو بيتكلم على هو هنا كان بيتكلم تحديدا على الملاعب والاستادات هل لا هو يقصد يا كابتن حاجه ثانيه حسب فهمي يقصد الرخصه بشكل عام لان من ضمن شروط الرخصه يكون عندك استاد وهي على فكره برضه اللعب المال النظيف بيدخل فيها الحته دي ان برضه يكون عندك استاد سواء ايجار او 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 او, أو ملك لانه بيتحسب جزء بيتقيم مالي بيتقيم ماليا يعني اذا كان عندك او كذا والارض بكام والاستاد بكام والبتاع انا اقصد اقول ان يعني احنا قادرين على الرقابه قادرين بدليل انجولا طبعا انجولا بتراقبها يعني انجولا بتراقب وبتطلع لا بالنسبه للرقابه انت تستطيع ان وبالمناسبه احنا هنا بس بنفتح في الكلام في الامر ده لانه زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله ويعني بهنا ان شاء الله نتفاوض انا وزملائي على ان احنا نعمل حلقه عن اللعب المالي النظيف وعن ما يخص هذه الامور ونجيب خبراء في هذه لو حتى لو نقدر نجيب من افريقيا محمود سعيد زميلنا محمود سعيد رئيس التحرير علشان نقدر نتكلم في هذا الامر لانه موضوع مهم جدا جدا موضوع جدا يعني تاثير قطاع الناشئين يا كابتن عشان الناس تعرف بس النادي الاهلي وقطاع الناشئين احنا كل ده بنفتحه من تاثير قطاع الناشئين يعني عشان ناس كتير بتتهم طب قولوا لنا على مستوى الانديه المصريه كلها كام نادي قدم عدد اللاعيبه اللي طلعت في النادي الاهلي خلال 4 سنين على فكره احنا مش بنحزن النادي الاهلي احنا بنتكلم ورقه وقلم لان النادي الاهلي برضو صرف ومحمود هيقول لك على الموضوع ده محمود متابع اكتر مثلا كابتن خطيب اول ما جه مثلا في اول دوره راح عمل الملاعب عمل صيانه ليها عمل غرف ملابس اهتم بالموضوع صرف عشان يطلع لك المردود ده فيا ريت يا كابتن عشان تهتم بموضوع قطاع الناشئين ده وتقول الانديه لان ده القطاع اللي بيبني 10 15 سنه لقدام
لا خلي بالك انا بالنسبه لي برضو موضوع ان انا اتكلم عن انقطاع الناشئين ده اهم حاجه، لانه انا بشوف ان النادي الاهلي بيصرف كميه مصاريف على قطاع الناشئين تحديدا. دي حقيقة. ويعني اكله وشربه ولبسه يعني طبعا، لانه النادي الاهلي يعلم القيمه الوطنيه لان هو بيصرف هذه الامور، وطبعا هنا بيبقى المدخولات قليله اقل شويه، ولكن صحيح. في النهايه هو يعلم تماما ان المنتخبات المصريه في كل الدرجات بتعتمد بشكل كبير على النادي الاهلي وانديه الزمالك والاسماعيلي والانديه الجماهيريه الكبيره دي يعني. فده مهم جدا جدا جدا. نرجع نتكلم في الكوره شويه وكولر، واعتقد يا محمود تقريبا مر سنه على وجود كولر في النادي الاهلي، عدد كبير 60 مباراه، 44 مباراه تعادل، 44 مباراه فوز، تعادل في 11 لقاء، تعثر في 5 مباريات فقط. اعتقد ارقام كبيره جدا لهذا الرجل الكبير. هو مدرب على قده، ازاي يعمل صحيح. ازاي يعمل ده كله يعني صحيح. انت لازم تخش شمال عشان الناس كلها ماشيه يمين. حاجه تدخل شمال وتدي سرينه صحيح. في ناس شكك تركب القطر، في ناس شككت كتير جدا في كولر صحيح، اللي انا بعتبره وقلتها الحمد لله من شهور عديده يعني انه الصفقه الاهم للاهلي. كولر هو الصفقه الاهم للاهلي. صحيح الاهلي ضم صفقات مهمه في الموسم الماضي، وصحيح بيضم صفقات مهمه دلوقتي اتكلمنا عليها من شويه، لكن كولر هو الصفقه الاهم صحيح. لما ربنا يرزقك بمدرب على الاقل منطقي، وهنا انا يعني الكلمه يا كابتن اسلام، في مدربين كتير بيبقى عندهم المهاره والقدره والتكتيك والرؤيه لكن بيغيب عنه المنطق. هنا كولر عنده المنطق ده في المقام الاول. اوكي. اللي هو اللعب وفقا للمعطيات الموجوده، عدم المجازفه في الاوقات الصعبه، قراءه المنافس بشكل جيد، السيطره على غرفه الملابس بابتسامه بحب، علاقته باللعيبه علاقه طيبه حتى ولو دخل في خلاف مع بعض اللعيبه. كولر مش من نوع الصدامي بشكل كبير. نجاحه في حصد البطولات الاخيره دي بيؤكد ان الاهلي كان محظوظ بمدرب وهو كان محظوظ بالاهلي. صحيح. الكوكتيل ده او التناغم ده ادى في الاخر الى النجاح اللي حصل ده. اكرر انه الصفقه الانجح، وكمان الراجل بيفكر للمستقبل. ناس كتير اتكلمت على عقد كولر، وناس والكلام طلع من النادي الاهلي ان هو لما بيجدد عقده قريبا ان شاء الله بشكل رسمي ويبقى مع النادي الاهلي لمده سنتين ثلاثه، ده معناه ان هو راجل بيبحث على الاستقرار. لكن انا باكد لك يا كابتن اسلام ان الراجل ده رفض عروض مغريه فعلا فعلا، مش كلام وخلاص يعني. لا مش كلام، مش كلام، وهيجي وقت وهيحصل هتطلع التفاصيل كامله في هذا الملف. الراجل رفض ده لانه بيشعر بالامان داخل الاهلي. علاقته بالكابتن محمود الخطيب وعلاقته بالمنظومه داخل النادي الاهلي علاقه طيبه جدا، بيبص للمستقبل بشكل مختلف. الاهلي اللي حقق ارقام قياسيه في كاس العالم للانديه عينه على خطوه اعلى، عينه على دوري السوبر الافريقي اللي اتكلمنا عليه من شويه. كولر اللي بيشعر بالامان في مصر ومع النادي الاهلي اختار الاستقرار واختار العمل في المنظومه دي. اعتقد انه كل ده بيؤكد لك الاختيار كان سليم. الاهلي لما غير مدربه السابق عشان يجيب كولر ما كانش موضوع بالصدفه، لا ده كان بدراسه حقيقيه، بحث في اكتر من سي في. صحيح في توفيق في الاختيار لانه في النهايه التوفيق ده مطلوب طبعا، في توفيق في الاختيار. اعتقد انه اختيار مثالي، وكولر امام تحدي جديد. دايما الوصول للنجاح صعب لكن الحفاظ عليه بيبقى اصعب. اصعب. استاذ عبد الحكيم، جمهور النادي الاهلي ودوره في شكل المنظومه الاهلاويه ده اولا، وثانيا فيما وصل اليه كولر الحقيقه من حب تقريبا كل جمهور النادي الاهلي في قلوبهم يعني. بصوا جمهور النادي الاهلي تخطى مرحله اعجابنا احنا بشكل شخصي عنه او الناس او ان احنا نتكلم عنه. شوف مثلا احاديث كل الدول العربيه، كل المحللين، كل الناس اللي بتتكلم عن جماهير النادي الاهلي بتتكلم ازاي. انا شفت يمكن حاجه يمكن كانت من فتره بعيده لانيس الشعلان اللي كان منسق احمال في النادي الاهلي، شفت كابتن حسام البدري اعتقد اللي كان مع كابتن حسام بدري كان بيتكلم في التلفزيون التونسي على ما اعتقد، كان بيقول لك ان احنا كنا بنبقى كسبانين بطوله الدوري واحنا رايحين نحيي جماهير بتقول لنا الكاس يا اهلي اللي بعده طب احنا لسه بنحتفل يعني، احنا خلاص كسبنا اهو ورايحين الكاس يا اهلي. خدنا مثلا، وعلى فكره برضو كل نفس الكلام، احنا واخدين دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، ولما رجعنا مع اول ماتش بعد دوري ابطال افريقيا بتقول لنا الدوري يا اهلي. فحتى دلوقتي الناس اللي بره في كل التعليقات بتكلمك على جماهير النادي الاهلي. لما كنا مع حضرتك هنا مره كابتن اسلام وشفنا في الشوارع في اسوان المنظر، لما كان النادي الاهلي في اسوان صحيح. كان منظر، القصه مش جوه الاستاد،
المنظر اللي جماهير نادي الاهلي استقبلت ومالت شوارع اسوان بيه، انا عمري في حياتي ما انسى المنظر ده، وعمري ما انسى المشهد ده، لان مشهد بالنسبه لي مشهد عفوي. هنا بقى جمهور عفوي، مش تصنع، ما فيش حد يجي يقول لك اصل شعبيه النادي الفلاني في المكان الفلاني 7 أضعاف ولا 8 أضعاف. الجماهير التذاكر بتاعت كاس السوبر الافريقي للدفعه الاولى كابتن اسامه نزلت، كان اعتقد شفت حضرتك قلت الكلام ده في الانترو، بعد 8 دقائق بالظبط، 8 دقائق بالظبط على السيستم الالكتروني خلصت. فده يدل لك على ان نتكلم على شعبيه في الامارات في كاس العالم للانديه، انت كنت الناس بتدور على تذكره، ده يدل على ايه؟ على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لها دور مهم جدا في جزئيه الدافع اللي ورا الجهاز الفني واللعيبه والاداره ان انت تحقق بطولات. ممكن الناس تشوف ان في انواع ضغوط دلوقتي بقت اكتر على الفريق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الحاجات اللي بقت مؤثره دلوقتي في الشارع، لكن انا شايف ان هي دي ضغوط ايجابيه، يعني بتبقى بتخلق دوافع عند اللعيبه، لان خصوصا احنا بنعاني دلوقتي الفتره الاخيره من ان الجماهير ما بقتش على المستوى اللي هو مثلا بتملى استاد الا في ماتشات مهمه مثلا ده زي دور الابطال. فتم العوض بده باللي بتعمله الجماهير. انا شايف دور الجماهير السنه اللي جايه كمان هيبقى مهم جدا، خصوصا ان انت داخل منافسات اكتر من 6 أو 7 بطولات، منافسات مهمه جدا جدا. وانا عايز بس اقول كلمه في موضوع الصفقات. احنا هنا وانا بتكلم على جماهير النادي الاهلي تدعم النادي الاهلي بايا كان من بيلعب فيه، بايا كان التشكيله اللي موجوده. انت قدرت تفوز السنه اللي فاتت، كل الجماهير او كان هناك البعض بيحاول ان انت يقول لك يوديك لسكه برضو عايزين مهاجم عايزين السنه اللي فاتت مش دلوقتي. الدعم لكل عناصر الفريق، وفي نوع عناصر معينه هتحتاج لدعم لانها تتعرض لحملات على مدار الموسم، حملات صعبه. صحيح. وانا اعي ما اقول في بعض اللاعبين هتتعرض لحملات قاسيه. امام عاشور ومين؟ امام عاشور وكهربا طبعا. مين؟ لا اعتقد هم عاشور وكهربا اللي الناس بتتعرض، مش فاهم هي لغه الاحتراف كانت عند رمضان صبحي ومش عند امام عاشور. يقول لك اصل انتوا رمضان صبحي جه من هدرسفيلد، طب ما امام عاشور جه من مين؟ من ميتلاند الدنمارك. انا اتمنى جماهير النادي الاهلي تكون واعيه وتدرك الحرب، او مش هنقول حرب، اللي هيحصل مع الترصد اللي هيحصل مع امام عاشور وكهربا ويكون خير وداعم للاثنين اللعيبه دول. وبما اننا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، من المحتمل بكره ان احنا نسمع بشرة جديده وجميله الحقيقه ان شاء الله. انا ما اعرفش حتى الان، لم اتاكد من الموضوع، لكن من المحتمل ان احنا غدا في قرعه الدوري العام المصري نرى زياده في عدد الجماهير ان شاء الله، يتم الاعلان عنها بكره ان شاء الله. يا رب ده يحصل، لانه حتى الان لم يتسنى لنا التاكد في هذا الامر. محتاجين يا كابتن اسلام. محتاجين البشرة دي تحصل بكره، الجمهور متعطش فعلا يحضر ويملى الملعب. المشهد في مدرجات مباراه مصر واثيوبيا ما كانش لذيذ خالص. يقلل من قيمتنا بصراحه الكرويه. بمناسبه المشهد، في احد المواقع الرياضيه كاتب جايب 4 أو 5 تنفار قاعدين يقول لك جماهير مصر العظيمه. انا بصراحه زعلت. طبعا المشهد كان يزعل، مش دي مدرجات مصر. ولا مش دي مدرجات منتخب مصر، بس احنا كابتن اللي كان الاسره المصريه بتزعل والله. نعم. بنتكلم اللي وصلنا للمرحله دي الناس بتزعل. لا بص، خلي بالك، اصل احنا دايما احنا نفكر في اللي جاي بقى. خلينا نفكر في اللي جاي وننظر دائما. كابتن انت هتفضل تعاني من حقبه، من توابع حقبه في ملفات. بقول لك هو تطبيق القانون يزعل. بالظبط كده، مش بهزر، تطبيق القانون يزعل. ما يزعلش، انا حضرتك انا بطالب ان انا اول واحد اهو، انا واحد من الجمهور هروح زي اي حد، اخد بطاقتي من تذكرتي من الاونلاين، واخد الفان اي دي بتاعي اللي انا عامله اوريدي عندي وكل حاجه، واروح واخد واشوف المحظورات اللي انا وانا داخل الملعب اشوفها هي ايه. انا هعمل كده واشوف ايه هي المحظورات اللي انا وانا داخل الملعب اشوفها كلها. هيقول لي ما تجيبش معاك كذا وكذا وكذا، هعمل كده وهخش اشجع فريقي ونعمل الحاجات اللطيفه اللي بتاعت زمان المسموح بيها، اللي هي الايه الحاجات الشطشطه اللطيفه دي اللي وصلنا للمرحله بتاعت ان المنتخبات بتبقى تلعب واحنا ما نعرفش مرحله اللي وصلنا لفيها ان تفضيل النادي. على فكره مش اول مره اسمع الكلمه اللي انت بتقولها دي النهارده. انا سمعت الكلمه دي كتير قوي. لما تقعد تقول اصل اللاعب الفلاني انت مش عارف مين، انت كنت النادي اصل مش عارف، مش هودي اللاعب. ايه يا عم في الكلام ده احنا يا كابتن، انت كنت حضرتك لاعب في 6 و8 و10، كنت بتبقى في ماتشات المنتخب، كنت بتلاقي الشوارع كومبليت. ماتشات منتخب ايه ده؟ انا الدوره اللي ما رحتهاش طلعت قعدت في المدرجات، قعدت اتفرجت في المدرجات في مصر. احنا وصلنا للمرحله دي ليه؟ من كتر العنصريه، من كتر التعصب اللي وصل وملا بالانديه. احنا هنفضل نعاني يا كابتن. نبني على كده من بكره بقى يا كابتن، لو في بشرة ان شاء الله بزياده عدد الجماهير، ترجع الجماهير للمدرجات فعلا، نرجع ورا منتخب مصر الفتره اللي جايه اللي بيخوض منافسات قويه جدا الفتره اللي جايه، وعندنا تصفيات كاس عالم و ننتظر بكره البشاره. منتخب محترم كمان طبعا، وننتظر بكره هنتكلم عن المنتخب. ولكن خليني قبل ما اكمل، انا اسف للمقاطعه،
بمناسبه الجماهير والانديه، انا في رساله جايه لك من كثير من رؤساء الانديه الشعبيه. اتفضل. اللي اتفرجوا علينا الحلقه اللي فاتت وكانت حلقه سخنه مع صديق عبد الحكيم، بيبعتوا لك التحيه طبعا. على فكره الانحياز للجمهور دايما، وده فكره الانحياز للجمهور. النائب احمد الخشن مثلا رئيس نادي جمهوريه شبين الصديق العزيز كان متحمس الفكره دي جدا، انه لازم الكل يبقى ورا الانديه الشعبيه طبعا، لان هي صاحبه الجمهور في الاخر. حقيقي ده اصل دوري بدون انديه شعبيه، سواء بقى دوري ممتاز، دوري محترفين، دوري درجه ثانيه، ثالثه، رابعه، بدون جمهور. انا عايز اوضح نقطه كابتن، لان مصر مش مصر، الناس اللي كلها شافت الحلقه واتفرجت وبتسالني بتقول لي انت ضد. انا مش ضد فكره الانديه الشعبيه كابتن. انت ما تقدرش تبقى ضد الانديه الشعبيه. انا ضد ادارات بعض الانديه التي تدير خطا. انا ما بتكلمش على الانديه، انا مش ضد في فكره التواجد. انا اتمنى يبقى في 18 نادي شعبي بس الجزئي فيه. لا لا كداب، لا بيكذب يا محمود. انا بتكلم على الادارات. لا ما تسحبش، بتكلم على الادارات اللي بتدير غلط. لا خالص، انا ما تراجعتش. انا ما زلت مصمم ان في خطا في اداره الانديه دي، كانت ممكن الانديه لا تحتاج لدعم، لا تحتاج لفلوس، وتشتغل استثماري صح. انا بقى انا بقول لك انه كان من المفترض ان احنا كل رئيس نادي شعبي وقادر يصرف على ناديه ويقف بيه. يعني انا بحب الحاج محمد مصلحي، انا اسلام بحبه كمان بعيدا عن اي حاجه. هو راجل تحسه من البلد على فكره، ولكن الراجل ده كونه بيعمل كده في نادي الاتحاد السكندري وموقف نادي الاتحاد. كان بيصرخ من اسبوعين. ما هو ايوه يعني. بس لما انا بقول لك كونه ان هو بيعمل على حكيم، الله ينور عليه، كونه ان هو واقف يعني الراجل عمل كل شيء وهو ومجلس ادارته، ولكن انا عارف ان هو له الدور الاكبر ومجلس اداره محترم جدا معاه وكل حاجه. محمد مصلحي مش راجل فاشل. ما هو ده توابع. لا فاشل مين اللي يقدر يقول على محمد مصلحي؟ هنرجع تاني نفس الموضوع. هقول لك، ما انت بقالك مثلا 20 سنه 20 سنه ما كانتش تدار بشكل جيد. بقول لك احنا عايزين نعمل قضيه الموضوع ده قضيه وتبقوا حضراتكم موجودين فيه عشان نقدر نتكلم في هذه الامور، لانه في الحقيقه هو موضوع مهم جدا. انا وجهه نظري في هذا الامر ان يجب في مثل هذه الامور ان انا شخصيا اروح احيي واحد زي كابتن محمود الخطيب. الحاج محمد مصلحي اول واحد هيعمل لك مداخله معاك لو احنا ناقشنا القضيه. لا طبعا، لكن انا مش بتكلم على المداخله والمش المداخله، انا بتكلم انا مثلا اروح احيي واحد زي كابتن محمود الخطيب. ليه كابتن محمود الخطيب؟ لانه مخلي النادي الاهلي رقم واحد في مصر وفي افريقيا. ليه كابتن خطيب في الحفل الاخير قال ايه يا كابتن اسلام؟ قال صعب اللي جاي. قال خلي بالكوا الصعب اللي جاي. وذكر الانديه الشعبيه. ايوه بالظبط، وذكر الانديه الشعبيه. اتكلم على الانديه الشعبيه. كابتن خطيب عارف قيمه الانديه الشعبيه. بنحيي الناس بتوع الاسماعيليه، بنحيي الناس، كل الناس اللي قادره تقف في وسط اللي بيحصل ده. اسعار خيالية في وسط اللي لسه كان بيتكلم اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيه ده. ما هو يجب قد تكون هناك بعض الادارات الخاطئه في ادارتها، ولكن ده مش الكل. نوجه بقى، ده مش الكل، لكن انا وجهه نظري ان الاكثريه في هذا الامر تستحق دروع والله العظيم في هذه الامور. خلينا بس ده يبقى تدلوش النار ما تدلوش السمكه برضو عند الموضوع. انا معاك بس نديها له ازاي، ابدا بيها ازاي، اديله السناره ازاي، هي دي القصه. هنتكلم في الامر ده، ولكن مره اخرى التحكيم ودور التحكيم. والنهارده تم الاعلان عن التشكيل الرسمي للجنه الحكام، فيتور بيريرا ورئيس، محمد فاروق نائب، كابتن محمد فاروق طبعا نائب، عضويه كل من كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد ساهر، كابتن حمدي القاضي، كابتن سعيد عبد الغفار، كابتن مجدي رزق، كابتن وائل الصباغ، كابتن محمد فرج، وكابتن مهند دبا محمود. يعني دي الاسماء اللي موجوده في لجنة التحكيم. هل من الممكن أن نرى تحكيم بدون احتواء في أو مع بداية هذا الموسم؟ أنا كنت هبدأ من الكلام من النقطة دي يا كابتن إسلام. الفكرة مش فكرة أسماء خالص. أيوة. كل الأسماء على فكرة معظمهم أصدقاء أعزاء ونعرفهم معرفة شخصية وناس طيب يعني محترمين جدا، وكانوا حكام دوليين سابقين ولهم بصمة في التحكيم المصري. المهم لما تقعد في موقع المسؤولية تفكر في نفسك وفي الصالح العام. أيوة. وبس. ايوه، لا يا فكره اسماء ولا يا فكره اعلام ورموز. الفكره ممكن تجيب ناس صغار في السن شباب متحمس، لكن حاطط قدامه قرار واحد ان انا هعمل الصح وبس. هعين الحكم الصح في الماتش الصح. كل الاسماء اللي على الشاشه دي اسماء محترمه. دلوقتي اصبحوا في رهان قدام الناس وفي تحدي قدام الناس. اما يكسبوا التحدي عشان انفسهم، لا اما يدخلوا التاريخ من باب الخلفي. امر واضح. اوكي. اما يخرجوا من التاريخ من باب الخلفي. يخرجوا. لا لو دخلوا يخشوا باب الخلفي. محدش هيشوفهم يعني. اللي هو الدخول الخاطئ. لكن الناس دي امام فرصه ذهبيه. ليه فرصه ذهبيه؟ على فكره انا ضد الناس اللي بتقول لك ان الفار كشف التحكيم. بالعكس، الفار ساعد التحكيم.
استفيدوا بالفار، انا بصحح لكم اخطائكم في اللحظه، في لحظه ساعتها استفيدوا بيه. تمام، ده في حكم رايه بيستنى لغايه لما يقولوا له لا اوفسايد، ارفع يرفع. استفيدوا بالاخطاء اللي حصلت في السنوات الاخيره، والكوارث اللي حصلت، والاحتواء اللي حصل، والمجاملات اللي حصلت، والتعيينات الخاطئه اللي حصلت. استفيدوا، دي لجنه الحكام الجديده، استفيدوا من اللي حصل في السنوات اللي فاتت، اردموا عليه، فكروا في اللي جاي. صحيح، لان التاريخ ولا يحاسبكم، مش حد تاني. وطبق على النادي الاهلي، وطبق على نادي الزمالك، وطبق على نادي الاسماعيلي، واي نجم، واي لاعب، طبق على اي نجم واي لاعب واي مسؤول يعمل اي حاجه. لا احد فوق القانون. النادي الاهلي في كل بياناته استاذ ابو حكيم بيتكلم بهذا الشكل، لا احد فوق القانون بما فيهم النادي الاهلي، وبيطالب باصلاح منظومه التحكيم على النادي الاهلي، على النادي الاهلي قبل اي حد تاني. ده النادي الاهلي اخر ثلاث سنوات لو انت مسكت ورقه وقلم وحد بيتكلم بشكل، احنا مسكنا ورقه وشاشه هنا. لا كمان ابعدنا عن قناه النادي الاهلي، لو حد بن ادم موضوعي ومسك ورقه وقلم وجاب حالات تحكيميه، اكثر نادي اضير من التحكيم في السنوات الاخيره هو النادي الاهلي. انا زي ما قال زميلنا واخونا الاستاذ محمود، مع جزئيه ابعد عن الاسماء، انا اتمنى 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 الناس تركز في اصلاح الاخطاء، وتركز على ان انت حب نفسك عشان تكون لك مكان. ما انت ممكن انت لما بتحب نفسك وتشتغل، انا هنا اتكلم كحكام مش كاسماء، تروح بقى تحكم افريقيا، تبقى دولي، تبقى تدخل القائمه الدوليه ويكون لك دور بغض النظر. وانا من انصار ان انا ادي فرصه لاي حد موجود وبعدين يتم الانتقاد، ما قيمش من بدري واحكم على اسماء من بدري. موارد الاسماء اللي انت شايفها مثلا ان هي اقل من الموضوع، تكون تدي بشكل كويس جدا وتكون افضل من الاسم الكبير اللي انت كنت متوقعه. التجربه ام الاختراع، بس التجربه هي اللي تثبت اذا كان الناس دي كويسين. ادينا 5-6 أسابيع وبعدين قيم وقول اللي انت عايزه. كابتن اسلام، في خصوص التحكيم، وانا هنا مختلف مع بعض رموز التحكيم والخبراء اللي دايما بيمتعونا بتحليلاتهم، يعني بيقولوا انه في مواهب في التحكيم المصري. انا شايف التحكيم المصري بيمر مرحله صعبه على مستوى الموهبه. بالمناسبه انا غطيت اتحاد الكره لسنوات طويله، وغطيت لجنه الحكام لسنوات طويله ايام الكابتن محمد حسام الدين رحمه الله عليه، كنت قريب منه جدا. اعتقد ان المواهب في التحكيم زمان كانت اكثر من دلوقتي، ربما الاسباب كتير ممكن نشرحها في ملف كبير تاني. انت عملت حلقه رائعه بصراحه على التحكيم من فتره رائعه، لكن انا ليا راي ان الموهبه بتقل، زي بتقل في حاجات كتير بالمناسبه، بتقل في الغنى وبتقل في الكوره وبتقل في كل حاجه كتير. فالتحكيم بيمر بازمه، انعدام ثقه، قله موهبه، قله دعم. اعتقد معلش انا برضو في موضوع انعدام الثقه ده تحديدا، خلي بالك انه خلال الفترات القادمه لن تجد من يخرج ويدخل على رئيس لجنه الحكام ويقول له انت عملت كذا، ولا انت ابن كذا، ولا انت عملت مش عارف. فاعتقد ان الامور هتبقى أهلا. والله انا هنا يعني مش عايز افتكر اي حاجات قديمه، ولكن انا بتكلم هنا على حاجه تخص كره القدم المصريه اللي جايه. يعني بريرا اعتقد ان هو محظوظ، وجهه نظري. صحيح، انا بشوف الاجواء صح، ممكن الاجواء تقدر تخليني كل الناس هتقف معايا، خلي بالك النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه هتقف معاه، لان كل الناس عايزه ايه؟ بس في حد لازم يوقف مع بريرا قبل الناس دي كلها. هو بريرا نفسه، هو نفسه واتحاد الكوره. ليه بقى؟ ليه؟ اتحاد الكوره اقول لك نقطه، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن كل الكلام ده خالص، اتحاد الكوره لابد ان يقف وراء الحكام بصرف رواتبهم في وقتها. صح، السنه اللي فاتت حصل ازمه كبيره، 28 مليون. صحيح، اتحاد الكوره كان معذور بصراحه في بعض التفاصيل انا اعرفها كويس، ولكن لازم اتحاد الكره من دلوقتي يبدا يحط تصور لصرف رواتب الحكام. وانا باخد الفلوس من الانديه ليه؟ ما انت زودت الفلوس 500,000 اعتقد على كل نادي السنه دي. مين بيدفع يا كابتن؟ نعم، كان في قصور في التحصيل، كان في قصور في التحصيل كل الناس، كان في قصور في التحصيل. اللي بيدفع يا كابتن بانتظام 3-4 انديه. لا والله ده 3-4 انديه بس هم اللي دافعين. بالظبط، الموضوع معكوس. ده انا السنه دي، لا انا عارف السنه دي ده من اول السنه، ده قبل بدايه الموسم. انت مش هتاخد الكارنيه بتاعك غير لما تدفع الفلوس اللي عليك. التحكيم اولا، فدفعت الفلوس من اول السنه. الشكل استثناء نادي او اثنين. الشكل كان بايخ، ان الحكام تهدد بعمل حاجات تانية. تهدد بعمل مظاهره او الاعتصام. لا ان شاء الله نرى. فمن دلوقتي اقفوا جنب اللجنه الجديده بالظبط، وتعالى نحاسبهم على ادائهم الفني. يا رب ده اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. انا اتشرفت بيك يا محمود، على استاذ محمود، على وجودك معانا. شكرا جزيلا. اتشرفت بيك يا استاذ حكيم، وانا بشكرك. شكرا جزيلا. انا مسافر بالقطر دلوقتي. رايح فين؟ مسافر بالقطر. خلاص بقى نرجع بالاتوبيس. نفسي نعمل حلقه اساله فيها اسئله كرويه، لو طبعًا جاوب طبعا هقوم امشي.
لو جاب انا هديله الجايزه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. عندي بكره حلقه مهمه جدا جدا جدا، حلقه عن الاعلام الرياضي في مصر. يعني اتمنى ان حضراتكم بكره تتفرجوا على الحلقه، علشان دي قضيه مهمه جدا جدا جدا، وجايبين لحضراتكم من خلالها مفاجات كبيره جدا جدا. حلقه تزعل يا كابتن. نعم الحلقه هتزعل، هتزعل ناس كتير، لان حنا مش بس خلي بالك انا بعمل ايه، انا بدي المجال لكل واحد عايز يتكلم ويقول حاجه يقول اللي هو عايزه بدون اي مناقشه. اقصد انها تزعلنا على حنا، وخلي ما هو ده اللي بيحصل، احنا بنحط حلول وروشيت عشان نقدر نحل هذه المشكله. اتمنى ان شاء الله ان الحلقه بكره تعجب حضراتكم، وان شاء الله تكون حلقه تليق بقناه النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيتكاست.